السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أسرة. وضيفنا اليوم هو ضيف مميز، هو الشاب مراد حسيني. الأخ مراد هو مهندس معماري خريج المدرسة العليا متعددة التقنيات للهندسة المعمارية والعمران بالعاصمة الجزائرية، ويعمل حاليا كمهندس ورئيس قسم التثمين في المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين، والذي مقره ولاية سيمومون التي أصبحت ولاية مؤخرا، ويدرس أيضا بالتوازي الورشة بالمدرسة العليا متعددة التقنيات للهندسة المعمارية للعمران. مرحبا بك الأخ مراد. وقبل من نفوت لضيفنا الكريم نعطي الكلمة طه اللي معنا كالعادة في التنشيط ونبدأ الحلقة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستمعين والمستمعات الكرام، شكرا جزيلا مرة أخرى على وفائكم للبودكاست. اليوم معنا ضيف يعني خاص من ناحية تميز وتخصص تاعه، نشكره جزيلا على إجابة الدعوة. إن شاء الله بحول الله رانا نحكوا على مواضيع اللي قادر أنتم ما خممتوش فيها من قبل، واللي هي متعلقة بالعمران ومتعلقة بالهندسة، ونشوفوا باللي كاين يعني طاقات في الجزائر اللي قادرة تهتم بالتراث تاعنا وتهتم بما تتميز به الجزائر وبصحرائها وتضاريسها كاملة. نشكرك مراد على إجابة الدعوة، جزيل الشكر، وتفضل قدمنا نفسك وبعدين ندخلوا في مباشرة كالعادة في مشوارك الدراسي وبعدين المشوار المهني. تفضل. السلام عليكم. السلام على المستمعين الكرام، يعطيكم الصحة على هذه الدعوة ويفتح المجال ليا باش نقاسم معكم فائدة إن شاء الله القصرة والسهرة الكريمة. تحدث مراد حسيني، مهندس معماري كما تفضلتوا، نعمل حاليا في المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين، مؤسسة عمومية المركز تاعها في تيميمون. راح يكون عندنا إن شاء الله المجال نتحدثوا عليها أكثر بعد قليل. أنا تربيت وولدت في الجزائر العاصمة وراني حاليا مقيم. تحدث على نفسي، تحدث يعني تفضل. يا بدنا من النهار اللي خيرت فيه الهندسة، علاش خيرت ليبو؟ النهار اللي جبت الباك علاش خيرت ليبو؟ بعدين نمشوا ليبو، بعدين نمشوا للمشوار المهني. احنا كانوا عندنا ضيوف كثر، اللي كاين اللي خير على جال والديه، كاين اللي خير على جال هو كان حاب، كل واحد كيفاش يعني اختار التخصص تاعو. فدايما نحبوا نسمعوا علاش كل واحد خير التخصص اللي راه اليوم يخدم فيه. اذا باش نقول لكم كيفاش حتى خيرت الهندسه المعماريه، نقدر نقول لكم كان ثلاث مؤثرات قاسوني لما في مراحل مختلفة من عمري. هي أني لما زدت كنت نسكن في حي ماشي شعبي ولكن نقوله نصف شعبي في جزائر العاصمة، الناحية العلوية المستشفى مصطفى باشا، وكنت لما نخرج من الدار صغير يقابلني مباشرة اثنين مستهارج العملاقة تعلمة اللي هم موجودين في المستشفى، وهما كبولي صورة في مخيلتي اللي قعدت لي كيفاش هاد العناصر هذه مبنية وكيفاش راهي حتى راهي تشد، وأثرت فيها كتير. ومن ثم كان الوالد الله يرحمه يعمل هو مهندس مدني للبناءات الحديدية، أثر فيها من ناحية أنه كان يأخذني صغير للورشات تاعه، أثرت فيها وخلتني نحب هاد العمل في الورشة ومتابعة الأشغال، هذه حاجة كذلك أثرت فيها. والحالة كذلك انضمت الأمر وزادت فيها رغبة باش نمشي لمجال العمارة. هي زلزال 2003، كنت شوية كبير، كنت تقريبا في نهاية المرحلة الثانوية، وين أثرت المنزل اللي كنا ساكنين فيه والعمارة، وتم إزالتها بحكم أنها تضررت. انتقلت من المنطقة اللي كنت نسكن فيها إلى منطقة خارج مدينة الجزائر، وين أصبحت نشوف الفرق ما بين طريقة الحياة لكاليتي دو في، نوعية تاع المعيشة من ناحية الهيكل البنائي، يعني الكادر باتي كيفاش مختلف ما بين داخل المدينة وعلى ضواحيها خارج المدينة. هذا اللي خلى عندي قدروا نسميوها حيرة، اللي في هذاك الوقت كنت نحسها ولكن ما نفهمهاش. وكان التحاقي بالجامعة وأخذي هذا المسار تاع العمارة بداية باش نفهم، كانت طريق طويلة ويدرى إذا فهمت ولا ما زال. وش لاحظت مثال، وش لاحظت مثال حاجة اللي تغيرت لك لما بدلت الدار؟ مثلا العمارة وين كنت نسكن من قبل كانت عندها
الحركة العمودية اللي هي كاش ديسك على تحال دروج منفتحة ودائما الضوء فيها. أما العمارة اللي أنا فيها حاليا، أنا في بيرتوتا طريق نحو البليدة، العمارة تاعنا حاليا مظلمة، يعني فيها يعني انفستيسمون أكثر من ناحية المواد المستعملة، ولكن النتيجة ماهيش كيف كيف، والنتيجة يعني ناقصة. يعني هذا كان منطلق يكون عند الإنسان حيرة ويتساءل كيفاش حتى مواد أقل نلحقوا نديروا حاجة أفضل من مواد أكثر وما نقدروش نديروا نفس النتيجة. يعني كان اختيار التخصص كان عن شغف تقريبا تقدر تقول. نعم، هي في الحقيقة كان عندي اختيارات من قبل. كان عندي مثلا أني نروح للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات لأنها تكملة عادية وتكملة المنتظرة. أنا قريت تقني في مرحلة الثانوية وهذا ساعدني من بعد في العمل تكوين في مجال الهندسة. دونك كان عندي هذا التكملة اللي هي المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوليتك، ولكن ما سعفنيش الحظ باش ندخلها. دخلت وهي قدام بعضهم، وهكذا مع الوقت ومع العمر نقول الحمد لله ديت العمارة. سلكت لها جماعة البوليتكنيك جايش كوم الفوندامونتال تاعهم مساكين جد على المستوى تاعهم هذاك مجزرة. نعم، عندي سؤال لك الأخ مراد، أنا عرفتك عن طريق أصدقاء اللي هما كانوا طلبة في المدرسة العليا للهندسة المعمارية، وهما اللي حكوا لي عليك من قبل وقالوا لي أنهم عرفوك بحكم أنهم كانوا في المدرسة تحتك في القسم كما نقولوا، يعني كنت طالب وكنت فايتهم وكنت تقريهم هذاك الموديل او المساق تاع جي دي بي. دوك اذا تقدر تحكي لنا على تجربتك هذه كطالب، وكي كنت تقري طلبه كيما نتايا، وش الحاجه اللي دفعتك انك تقدم هذه الدروس تاع الدعم للطلبه اللي اقل منك في السن او في القسم، وش الحوايج اللي لاحظتهم وش التجربه اللي خرجت بها؟ هذا الدعم اللي كان هو في الحقيقه نقدر نسميوه كنا نقراو كيف خاطرش كل ما نعاود نقرا مع جماعه راني انا كذلك كنت نتعلم منهم. هذا كان طريقه تلقائيه، ما يخفاش عليكم المدرسه تاعنا مدرسه صغيره بالمقارنه مع الجامعات، وهي تعطيك طابع ان الجميع تقريبا يعرف الجميع، وهذا يعني اللي خلى من الامورات اللي تحفز الناس يجوا للمدرسه تالفو، هي انها تقريبا عائله، الناس تقعد تعرف بعضها حتى بعد المسار الدراسي، وتكون ريزو وتكون روابط اللي مثلا الناس تتعاون بيناتهم. وهذا واش يتمثل مثلا الناس بطريقه اوتوماتيكيه لما يدخلوا يكونوا سنه اولى يتقربوا منهم سنه خمسه يقولوا لهم ارواحوا احنا نعاونوكم في الاشغال تاعكم وانتم عاونونا. مثلا تطلع تعاون سنه خمسه فتقطع لهم ماركات، تعاونهم تشاريطي معهم، رائعة، تعاونهم هذه كلفة. النظام رائع. نعم، وهذا يخلي فيه حيوية في المدرسة، وخاصة احنا في وقتنا كان المجال مفتوح باش الناس تبات في المدرسة، كنا باتوا في مجموعات مختلفة السنوات، يعني تلقى واحد كاتيماني واحد سانكاماني ونتعاونوا. كان الانسان اللي هو حاصل مثلا احنا كي كنا يعني صغار وهذا كنا دخلنا ما على بالناش هذا الدراسه تاع العمران وين راح تدينا، مازال ما نعرفوش. عاده عندنا الكثير عندهم صعوبات في اللغه الفرنسيه خاطر التعليم باللغه الفرنسيه، دونك حتى المراجع تاعنا ما نعرفوش المراجع اللي نخدموا بهم. ويجوا سنوات لي اكثر منا كانوا يقولوا لنا ما تقلقوش هاولي كوش تقدروا ديروا. وهذا اللي خلاني انا لما كذلك لحقت وشفت الناس يسحقوا مساعدة في هذا الموديل اللي هو موديل تاع الرسم، هو جي دي بي اللي هي جيومتري ديسكريبتيف بريزونتاتيف، هي الهندسة الوصفية. وبناء على الباك جراوند تاعي اللي كان يعني جيت ثانوية تقنية تقنية ندير يعني. رسم صناعي خلاني نرسم بطريقة كون يعني سهل الأمور عندك. سهل الأمر، وحتى طريقة تقديم لأني كنت نعتمد على طريقة تقديم اللي قريت بها في الليسي، ويعطيهم صحة على كل حال. حتى يعني المدرسين تاع الجامعة
اللي كانت يخدموا خدمة مليحة، هي كما قلت لك الإشكال الكبير كان في الحاجز اللغوي. صح، هذا موضوع مهم جدا، وكثير دائما نحكوا عليه وديما نحكوا عليه، لانه ما نحبش، انا صراحه ما نحبش نهضر عليه، لاني ديفوان نحس روحي صمت فيه، ولكنه واقع وشر معاش. وجي انت من المحافظه تاعك، خاصه انه المدرسه تاعكم مدرسه وطنيه، يعني يجوا منها قاع الناس من كل مناحي الوطن، وكاين حتى اللي يجوا من دول اخرى. وش هي الفرق اللي لاحظته انت؟ يا مثال رحت قريت الطلبه اللي قال يجوا سنه اولى سنه ثانيه، يروح هو يحضر للدرس تاعو يقراه بالفرنسيه، وبعد يجي للغرفه تاعو اللي يحب يراجع ممكن يلقى روحه مش فاهم. فاش الفروق اللي لاحظت انت لما تشرح له نفس المحتوى، يعني الكونتنت نفسه، ولكن برك انت نعتقد نظن انه راح تحكيها له بالدارجه تاعنا ولا باللغه اللي يفهم هذاك الانسان. وش هو الفرق اللي لاحظته انت بين كي يقراها بالفرنسيه هكذاك وبين كي تفهمها له انت في باللغه اللي الأول يفهم؟ يكون انتليجون، في موش انتليجون، في الزوج يولي انتليجون، ثم تتبدل اللغة يرجع انتليجون. لا، هي ماشي هي العائق الوحيد. العائق الوحيدة، ولكنها كان عندها دور كبير، لأن الإنسان لما يكون عنده بارير لغوية هكذا، حاجز لغوي، ما يتفاعلش مع الأستاذ. في الأوف راني حاليا ندرس كمساعد في ورشة تاع مشاريع تاع الطلبة، نشوف باللي الطلبة عندهم أسئلة، ولكن الحاجز هذا ممكن يقول إذا نسقسيه بالعربية ممكن ينزعج، صح، إذا نسقسيه بالفرنسية نغلط، ممكن أصحابي يشدوها لي. أنا بالكم هذا خصوصا في اللغة الفرنسية نحاسبه بزاف الإنسان كي يغلط. نعم، هي من أحياء أخرى، هي كان ناحية على الطالب أنه تعليم أو باللغة الفرنسية، هذا راهو واقع الإنسان لازم يتماشى معه. كان طرق الإنسان يعتمد كثير على المطالعة، لازم يعتمد المطالعة. كان حاليا مع تواجد الإنترنت كثير من البودكاست وكثير من فيديوهات على اليوتيوب ووسائل أخرى اللي تستعمل اللغة الفرنسية، يبدأ يسمع يفهم، ومع الوقت يطلق هو كذلك يولي يعبر. واش كان كذلك مليح في هذه الطريقة في الوقت المساعدة، أنه لما الحاجز اللغوي يتنحى ما بين الطلبة بيناتهم، خاطر احنا في من الخصائص كذلك في الدراسة في مجال العمارة هو كثير الأشغال الجماعية. مثلا احنا لحقنا أن يكون عندنا مشروع في 12 واحد نخدموا على نفس المشروع، هذا يخليك لازم يكون عندك حس تواصل، وعادة مطلوب منك تتواصل بكلمات تقنية وبمفاهيم تقنية اللي هي تجبدك تولي تستعمل اللغة هذيك. ومع الوقت لما توالف خلاص تنطلق تهدر مع أصحابك، وبعد تولي تهدر مع البروف تاعك، وبعد تولي تهدر بطلاقة. يعني تقريبا التطور تاع الناس في هذا المجال يكون طريقة سلسة. ولكن لو نشوفوها منظور كما نقولوا هنا منظور كوست بينيفيت، منظور اقتصادي بحت ولا نفعي بحت، هل راك تشوف الفرنسيه كما نقولوا كثيرد ويل، كما يقولوا كما ذاك اللي يتعلم يسوق الدراجه وهو صغير، يعلموه بالعجلات الزياده هذيك، يتعلم يولي كل شيء يمشي، بعد نهار يجي يحتاج ينحوا له ذوك العجلات يلقى روحه في عالم وين ما يعرفش يقود فيه. وانا تبان لي، نعطيك رايي من بعد نسمع رايك، ممكن نختلفوا، ممكن نكونوا الاخر. انا رايي انه نشوف الفرنسيه في الجزائر هكذا، يعني كالعجله الزياده للطفل الصغير يتعلم فيه الدراجه، تعلم وتخليه يمشي بذيك العجله الثالثه، وبعد نهار يكمل قرايته تاع 5 سنين ودراسه ويفوت السوق العمل الحقيقي، ولا يفوت للبحث الحقيقي، يلقى كل ما راجع بالانجليزيه ويرجع لهم. وانا عندي اصدقاء راهم مهندسين معماريين ويحكوها لي، لما ناخذوا البرامج اللي راهي درك نقولوا اللي استعملوها هما، قال ارشيكاد ولا هذيك تاع الريفيت والبيم اللي راهو درك كيما نقولوا داير حاله في عالم الهندسه المعماريه، معظم المصادر كيما نقولوا اللي راهي دو بوينت راهي بالانجليزيه، وكاين اللي نعرفهم عنده بالك شويه مشاكل في الانجليزيه يميل يروح للفرنسيه ما يلقاش، هذه اذا كان عنده الحظ يلقى، واذا يلقى يلقى حاجه محدوده. وش رايك في هذه؟ كيفاش تشوفها؟ وهل تشوفها ايجابي سلبي؟ وكيفاش تشوف الحل تاعها ولا كيفاش يتعامل معك كطلبه وكمهندسين؟ هي الاستعمال تاع لغه الفرنسية في الوقت الحالي هو بطبيعة أن الأساتذة تاعنا كانوا متعلمين بالفرنسية، يعني الجيل هي مسألة أجيال، هي حاليا
ممكن تقبل باش تكون حاليا تدرس باللغة الإنجليزية في الجيل الحالي يكون أسهل. أما إحنا في الجيل تاعنا وإن كانت الإنترنت مازالت في البداية تاعها كان حيكون يعني مستعصي شوية، وهي مسألة حاليا استعمال اللغة هي أصلا اللب لإنسان أو حاب يمده، من ثم بأي لغة نستعملها. مثلا إحنا في وقتنا كانوا الناس مثلا اللي قراو في بسكرة ويجيو يسكنوا عندنا يقدموا اسمهم مشاريع تخرج نحن عندنا، كان يقدموهم باللغة العربية، وكان أساتذة كانوا متكونين باللغة العربية، وإحنا كانت تجينا يعني غريبة. غريبة كيفاش نسمعوا يعني مصطلحات تقنية معربة. ولكن كان هذا العمل الإخوان في المشرق العربي عندهم مراجع تاعهم خدموهم، وكثير من يعني الجامعات حتى في الجزائر يستعملوا هذه المراجع. هي مسألة اللغة يعني هي إنسان يمد لها حقها، اللي هي إنسان يلحق للب، ولما الإنسان يلحق للب تاع المعلومة من ثم استعمال تاع اللغة يكون حاجة ثانوية، لأن ما دام أنا فاهمين وين أنا حابين نحكم. سؤالي عندي هو، هل الجامعات، كاين جامعة جزائرية اللي تدرس باللغة العربية الهندسة المعمارية؟ نعم، كان إذا مانيش خايف نغلط هي كان في بسكرة، ولكن ماشي الجامع يعني كان أساتذة اللي خيارات في وقتي، يعني نعتبر في وقتي كانوا يقروا يعني باللغة العربية، والله أعلم كذلك ديبارتمون تاع باتنا إذا ما غلطش. ولكن كثير كثير كاين كثير من التجارب تاعهم يقروا باللغة العربية، وهي تجارب يعني مليحة من ناحية أنها انفتاح على مراجع كما قلت لكم تاع دول أخرى. أنا في الهندسة المعمارية مهم كثير المرجع تاعك واش من مدرسة تتبع، خاطرش كاين مدارس يتبعوا بلدان، مثلا كاين مدرسة إيطالية، كاين مدرسة الفرنسية، كاين مدرسة المشارق مثلا العراقية ولا حتى المصرية. دونك هذه المراجع يعني يهيكلوا لك التخمام تاعك، لأنها صح. الطريقة هذه المراجع هذو راح يمدوا لك طريقة اللي تقرأ بها الواقع. مثلا هي في الهندسة عندك حق، لأنه ماهيش كيما مثلا الميكانيك ولا الانفورماتيك. يعطيك الصحة، في الهندسة راه عندك تقريبا فلسفة هندسة اللي تتكون عندك من خلال المدارس اللي قرأت فيها ومن خلال صح الكتب اللي طالعتها، فبالتالي تتكون عندك نظرة. يعني كل المهندسين، كاين كل مهندس وعنده يعني البصمة هذيك تتكون من الخبرة اللي راك كونتها، صح؟ وهذه عندها، ممكن عندها أهمية أكثر من اللغة بحد ذاتها في الهندسة. يعطيك صح. صحة، هذه هي خطر، هي العمل ممكن بعد أن توسعوا في الموضوع. المهندس يجي يجيب على إشكالية ومعضلة، ولكن هو الإجابة تاعه مبنية على الفهم تاعه تاع المشكلة، وهذاك الفهم لازم له أدوات، ما هيش حاجة يعني نفسها. الفهم تاعي تاع السؤال ماشي نفسه الفهم تاع واحد آخر، صح. ولازم أدوات باش يفهم السؤال. وهي هذه كيفاش يفهم السؤال، هذه هي يعني هذا هو بيت القصيدة. كل واحد كيفاش صحيح. يفهم السؤال. صح. كما مقبلة في الأوف كنا نهضروا على يعني البناء بال بالطوب، بالطين، ماشي عطب بالطين. انتجراسيون بار اوبوزيسيون، لا لا لا، باش تكتب. تلاؤم بالتناقض. كان عندنا أستاذ يقول لنا على هذه الطريقة، حاول أنك تتأقلم بالتناقض مع نسيبتك، شوف إذا هتنجح. يعني كل ما تقول هي حاجة قول لها لا لا، وشوف يعني إذا راح تنجح راح تديك بعد. تخلص عليك، تخلص عليك، ترقد فوق الفوتاي. ممكن هذه من بعد رانا نتوسعوا فيها، إن شاء الله، لأن إن شاء الله. هذه النظرة تاع العمارة يعني أكثر من فهم المشكل اللي قدامك اللي هو الإجابة تاعه تكون بالمشروع، كاين الفهم تاع العمارة وشنو هي. نمشي لك للمشاريع، المشاريع اللي يديروها في معظم التخصصات المعمارية، اللي هي مشاريع في آخر المطاف معظمها لا يجسد. نقول معظم لأني مانيش حاب نجمع، ولكن معظمها لا يجسد. تقدر تقول لنا علاش رانا لحقنا أنه معظمها لا يجسد؟ هو احتمال كبير لأنه العملية التطبيقية صعبة في الجزائر،
ولكن في هذا الخصوص علاش عندنا يعني مجموعة أفكار وكاين منا ومنا، وين الأفكار هذيك يعني تخرج يعني حوايج جديدة، وفي الجزائر التطبيقات راح تكون ناقصة، ونشوفوا بلي المهندس ما يطبق أفكاره إلا بعد ما يخرج ويكون في ميدان العمل تاعه. يعني تتحدث في مجال، يعني إنسان ما يكون مازال طالب، في السنة المشاريع الأخيرة تاعه يعني مشروع تكون، تخرج، نعم مشروع أنا تخرج المشاريع تاعه تكون نظرية نظرية. سميناها. هي من ضمن المشاكل، هي حاجة نقدر نقولوا باللي طبيعية، من ناحية أن الأجيال اللي قبلنا، مثلا الأستاذ اللي يعني نتعاون معه في المدرسة حاليا، هو من جيل نقدر نقولوا اللي تخرجوا في وسط التسعينات، وين كانوا هما عندهم كل مشروع يجسدوه ولا يخدموا عليه، هو مشروع جايبينه من الواقع. مثلا بلدية من البلديات عندها مشروع تاع مدرسة، ولا تبعتوا لدفتر الشروط، تبعتوا للجامعة ويخدموا عليه الطلبة. ولكن مع ازدياد، يعني في هذاك الوقت ممكن لابرومو كانت عشرات، انا لما لحقت انايا ديجا لابرومو تاعي كانت بالمئات، وهذا يخلي باللي حتى الاساتذه لما باش يمدوا عدد من مشاريع الطلبه يبداوا يروحوا نحو يعني محيط وبيئه نقدر نقولوا ماشي حقيقيه، ما يقدرش يمد لهم عدد من المشاريع اللي حتطبق، يعني يبدا يمد لهم من عنده مشاريع اللي هي يحطهم في ظروف تشبه الحقيقة ولكنها ماهيش حقيقة. وهذا من جهته الطالب لما يكون في هذه الوضعية يروح إلى خيارات اللي ما توالمش الواقع، الخيارات اللي تكون نظرية أكثر منها، خاطر مع الوقت دائما هذه حاجة أخرى في التعليم تاع العمارة، هو التعامل مع الأستاذ اللي يقريك العمارة، يعني يقريك الورشة اللي هي المشروع، يعني المشروع تاعك كيفاش تتعامل معه. هل هو أستاذ اللي يجي يلقي عليك محاضرة وبعدها يطرح عليك أسئلة وترجع له؟ ماشي، هذا هو التعليم في الورشة، يتم عبر المشاريع صديق السنوات الإنسان اللي يكون فيها، في كل مرحلة عنده مشروع يقدمه، ولما أنت تعرض المشروع تاعك للأستاذ، الوضعية تاع الأستاذ أحيانا صح يدخل في اللعب ويكون أستاذ يحاول يتفاهم معك بطريقة بيداغوجية، ولكن أحيانا بعض الأساتذة يتقمصوا دور مالك الشيء، يعني الكليون، وكأنه كليون معك، وهذه تخلي باللي مع الوقت الطلبة يتأقلموا ويولي يحوس واش يعجب الكليون من قبل، على باله باللي هذا الأستاذ أنا يعني تحت عنده، هذا الأستاذ يحب مثلا الواجهات الزجاجية، يحب الطريقة، ويخليه يروح في هذا المجال أكثر من أنه يحوس يلقى الإجابة الصحيحة، الإجابة الأفضل للمشروع تاعه. وهذا يخلي باللي مع الوقت الظاهر يغلب على الباطن تاع المشروع، ويخلي باللي المشاريع تذهب نحو يعني جهات نظرية أكثر منها تطبيقية واقعية. في الجزائر يعني المشاريع يجوا من خلال البلديات، ولا ما هي يعني نسبة مشاركة الجامعات ولا مدارس الهندسة المعمارية في المشاريع العمرانية في يعني تاع الدولة؟ هل المشاركة كبيرة ولا مش كبيرة؟ هل قليلة ولا هكذا باش نقول لك مباشرة ما نقدرش. سمعت أنا مثلا عادة السنوات الخامسة لما يقوم بمشروع التخرج، عادة في المؤطرين تاعهم يكون واحد من الإدارة، ولما يكون فيها مشاريع يعني تكون جيدة وممتازة، يعني لي دوموسيون وكلش، عادة يحاولوا يطبقوهم. نعطيكم أنا تجربة أخرى يعني اللي عايشتها، ماشي مباشرة ولكن عن قريب، هي من بعد حين تحدثوا على مهرجان تاع العمارة الطينية. هذا المهرجان اللي هو ايفينمون تقوم به وزارة الثقافة، كانت تقوم به وزارة الثقافة، في إطاره تم قيام بمسابقة عمرانية، يعني كونكور دارشيتكتور، المكتبة تاع توغورت.
اللي حنا مادام رانا نخدموا على بين قلنا في المطلوب من كانوا موجه للطلبه تاع العمران ومتخرجين جدد اقل من 3 سنوات، وخرج مشروع لاباس به تاع مكتبه مخدومه بمواد محليه، وهي كان مقرر انها هي تتم تجسيدها وبنائها، وهذا كان مع مختلف ديسيدر تاع المنطقه والسلطات المحليه، ولكن صراحة فيه تعطل من ناحيه ان يعني السلطات تبدلوا اللي جاوا كانت عندهم المشروع اللي نظره من اخرى. حسده. دونك هذا باش يتجسد مشروع مباشره، احنا قادرين وبعدين نتحدث عليه، اصلا باش يتجسد مشروع في الجزائر صعيب، مشروع صح بالذات ايه انا صح مشروع ايه تاع طالب اكثر صعوبه، ولكن م. الله اعلم صراو ديجا سمعت يعني في مختلف لي بروموسيون اللي من قبل يعني اللي غير كيما كان لتلاميذ طلبه اللي قدروا يجسدوا العمل تاعهم. وبعد ما كملت المدرسة الوطنية المعمارية للهندسة المعمارية، بديت مباشرة في العمل، وكيفاش احكي لنا القصة حتى كيفاش لحقت العمل اللي راك تخدم فيه اليوم؟ هي في أثناء الدراسة تاعي يعني في الدراسة خديت وقتي عاودت عامين في المدرسة، خلات لي تكون عندي فرصة من جهة نتلاقى مع ناس أكثر. نحس بيك، حس بيك. انا في روحي عاودت العام بها تعرفت على طه. طه عاودت العام. نعم ايه نعم هي واسمه هذه هي واحد إنسان مكتوب تاعه مرة أخرى رسالة، لخاطر شاصرتنا كان عندنا ضيف يعني ثاني عاود العام ونجح في الخارج. مرة أخرى رسالة، عمرها ما كان معاودة العام نتيجة فشل، ولا راه قادر الإنسان يعاود العام ويعاود ينوض ويتميز من جديد من دون أي مشكل. عمره ما كان واحد معاود العام هو إنسان فاشل. ايه، طبعا بالطبع وثاني بالطبع نقولها لهم، نقول لهم راه ما راحلكش عام من حياتك. يقول لك عام، ما راحلكش عام من حياتك، راح عام دراسي برك. تعاود عام عامين، المهم انه كيفاش تستثمر ذاك العام اللي عاودته في امور واحده اخرى. الانسان مش عيب انه يتعثر، ولكن العيب انه كي ما يتعلمش من اخطائه وكي ما يطورش روحه. قال يا اخويا العكس، بالك ساعات كي تعاود العام يقعد عندك كيما نقولوا هنا مواد اللي طلعتها ونجحت فيها، يقعد عندك عدد مواد اقل اللي تقراهم. قال لي يا اخويا نروح نتعلم لغه اجنبيه، هذا ثاني استرالي، تعلمت الالمانيه تفرغت لها شويه، درت حوايج هكذاك نتعلم فيهم ونفعوني يعني اليوم هي بهذا. فرصة، هي إنسان يغتنم الفرص، يعني حتى في اللي حاجة ظاهر تاعها فشل ولكن لازم يغتنمها الإنسان، هذه هي صح حياة ايه. ما فيهاش إلا حاجات اللي يساعدونها، فيها حاجات من كل أنواع. ايه. وهذا اللي خلاني في هذه السنوات اللي قضيتها تما، يعني إذا كنتوا شايفين الحيرة اللي رحت بها ما بين يعني دارنا الجديدة ودارنا القديمة، اللي هو تساؤل كما يقولوا في الفلسفة اليونانية هو تساؤل مبدئي، ثم ايه الإنسان اللي راح به الحيرة المبدئية اللي قعدت عندي الإجابة تاعها ما كانتش كاملة، كانت يعني أعطيهم صحة كل الأساتذة اللي شاركوا في التكوين تاعي، أعطوني كل واحد أعطاني نظرة، ولكن بقات هذيك الحيرة مسيطرة وخلتني نبحث أكثر من ناحية احنا واش نقولوا له اللونجاج اركتكتورال، يعني اللغة العمرانية اللي هي نقدروا نسميوها تركيب ولا كومبوزيسيون اركتكتورال، اللي خلتني نقول، وهي في الحقيقة مرتبطة بحاجة واحدة أخرى اللي هي نقسموها احنا كامل كجزائريين، اللي هي سؤال وشنو هي جزائري؟ هذا سؤال اللي كلنا نتقاسموه خاصة في المرحلة الحالية، خليك تروح أبعد تقول كيفاش نخدم بناء جزائري، عمارة جزائرية، من بعد تحوس تلقى الإجابة للسؤال تاعك لما تخرج من مجال الدراسة وتكون عندك ضرورة تعمل، ضرورة تاع إنسان يبدأ يكسب حياته. واش درت؟ قلت احنا ماناش اول جزائريين اللي يعيشوا في الجزائر، خاطر كاين ناس عاشوا في الجزائر ولكن ماشي جزائريين في هذا المجال. كاين كتاب تاع مهندس كبير جزائري واسمه الحاج بوشامه، هو اللي خدم جامعه خروبه اذا كنتوا شايفينها بطريقه نيومورال، عنده كتاب اسمه لارسو كيشون، وين فيه ماشي يعدل ولكن يروي، نقولوا يروي خاطر كان يهضر
ما كانش يحاول يقنع، كان يسرد فقط يعني بطريقة موضوعية. وعلاش خدا الطابع الإسلامي وخدم به في عوض ما يخدم بطابع بيزنطي ولا طابع تاع جهة واحدة أخرى اللي موجودة في الجزائر، ولكن هو هذاك اللي خيره، وهذا اللي يخليك تخمم كذلك تشوف واش تبنى من قبل. وهذا اللي عاوني باش خلاني نقرر نخدم في المجال تاع التراث والمباني القديمة، وين بديت نخدم في قصبة الجزائر كمهندس متابع الأشغال. كان عندي إحساس كذلك باللي عندي نقص في، نعود نقول الدراسة، نقص في التعامل مع الورشة. هذا من الأمورات اللي في وقتنا كانوا ناقصين، ولكن هي يعني كي تجي تشوف كيفاش يقدر يعلمك تكون في الورشة من غير أنه يحطك في الورشة. دونك رحت توجهت للعمل في الورشة، وين كنت نجوز ساعات وأنا معاهم في الورشة نشوف نتعلم. وكان عندنا مشاريع في القصبة تحت، ولكن كذلك في قلعة سيتابل تاع الجزائر. خدمت على فترات متقطعة من 2011 حتى 2014، وانتقلت من بعدها للمركز الجزائري للترقية في المدينة بتاعي الكابتر، اللي هو مشروع سمعت به في 2010 بالمهرجان. مقبلة تحدثت لكم على المهرجان تاع العمارة الطينية اللي هو أرشيتار، اللي هو مهرجان كان تنظمه وزارة الثقافة. المحافظة تاعو هي السيدة ياسمين تركي، اللي من بعد ولات مديرة المركز الجزائري للثقافة اللي بدأت المهرجان على مراحل، اللي مع الوقت بدأ على أنه إلا عرض للصور، من ثم تطور إلى ورشة مقاومة، ومن ثم تطور إلى أنه يكون أيام وين الطلبة هم يشاركوا في البناءات، نماذج ممكن حاليا الإنسان لما يروح لليبو يلقى فيه نماذج مبنية بهذه المواد. وهذا اللي كان عندي الحظ لما كنت سنة رابعة، يعني كان عندي مازال لي عام باش نكمل، وين شاركت في هذه الورشات. وكان أول انطباع تاعي وأول كونتاكت تاعي مع المواد المحلية، وكذلك مع المجموعة اللي من بعد سنوات من بعد ولاو يعني دي كولاغ ولاو نخدم معاهم. هذا هو المبدأ اللي خلاني نتوجه للعمل في المركز. لا انا متفكر باللي واحد الوقت كي كنا هنا، انا ثاني كنت طالب ظن في نفس الفتره اللي تحكي عليها، ولكن جاوا واحد الجماعه من فرنسا المدرسه تاع الهندسه المعماريه وراهم فاش يخدموا هذيك بالطين وكذا. مش من عام كانت هذيك؟ هي هذه الطابعات كانت طابعه من 2010 حتى 2015، وهما طابعات متتاليه كل سنه يجوا هذوك الجماعه، هما من جامعه غرونوبل المركز العالمي للعماره الثانيه اللي هما الكراتر. وفي الحقيقة هم ماشي كامل منه، كامل قراو فيه تقريبا، ولكن هم حاليا نقدروا نهضروا عليها من بعد. هذا المركز العالمي للعمارة الثانية كراتير هو رابطة وين يلتقيوا الناس يخدموا على مجال بناء الطين، كاين مهندسين معماريين ولكن كذلك مهندسين مدنيين، كاين ناس حرفيين في بناء بالطين هذا، سواء التلباس ولا بنائين مختلف البلدان يعني من القارات الخمس. وهذا المهرجان اللي كان يقام في المدرسة الوطنية المتعددة التقنية تاع ليبو كان فسحة، وين كانوا يجوا هاد الأخصائيين يريحوا مدة سمانة ويقوموا بورشات لصالح طلبة. واش كانت فيها حاجة مليحة؟ أنه كانوا يجيبوا طلبة من مدارس أخرى، كانوا يجيبوا 2 طلبة، طالب من مهندسة معمارية وطالب من الهندسة المدنية من كل الجامعات اللي فيهم هذه التخصصات. كنا نلقاو رحنا مع تقريبا 100 طلبة ما بين ليبو وما بين اللي يجوا من جامعات أخرى يجيبوهم مدة سمانة. من الجزائر يعني يجيبوهم نعم، ما يجيبوهم مدة سمانة ويقعدوا في الجزائر العاصمة، وهذيك المدة عندهم من جهة يقوموا بهذه الورشات باش تكون عندهم كونتاكت مع مادة التربة والمواد المحلية،
ومن جهة يقوموا بعمل زيارات للمواقع التاريخية سواء في الجزائر العاصمة ولا حتى تيبازا وهذا الطلبة اللي جو هم طلبة جزائريين مش طلبة من جزائريين الجماعات الكويت. جزائريين، ولكن مؤطرين كانوا أحيانا يجون كذلك طلبة. مثلا أنا اللي تلاقيت بينهم كانوا طلبة من الشيلي وطلبة من إيطاليا كذلك يخدموا على عمارة طينية، وتعاملنا معهم وكان روابط لي ما دام أنا كملت في المجال قعدت في كونتاكت معهم حفز، لأن الأمورات حاليا الهضرة راهي كاينة على العمارة الطينية، ولكن مثلا احنا في الأوائل تاع السنوات تاعنا وما من الأجيال اللي قبلنا كانت هذه البناء بالطين وبالمواد المحلية حاجة قليل الهضرة عليها، وحتى المراجع ما كانوش فيها. وبالك تبان لي حتى كنا نحتقروها، ولا انا متفكر بلي كنا طلبه في الاقامه الجامعيه ثم بورا وين نسقهوا، وكانت القهاوي تاعنا مقابلتكم انتم الباب تاع هذا الجامعه، وكنا هذا نشوفوا هذوك الفرنسيين ايا نقعدوا نحرشوا بهم نقولوا شوف تمسخير، احنا جدودنا يضربوا في القالب، بناوا بالقالب عدها قرون في الاقواط وفي قراره وفي تيميمون، جينا واحد فرنسي علمنا كيفاش نبنوا في الطوب وبالقالب، شوف تمسخير. يعني هي هذه هي الهدف الكبير، هذا هو تغيير النظرة تاع الناس أن ممكن نتحدث عليها، أن بين المشاكل الكبيرة اللي تعترض العمارة الطينية هي النظرة تاع هي واش النظرة تاع الناس لهذه نظرة العمارة. الناس لعمارة صحيح ثانية؟ صح، بصح لأن نميل ساعات أنه نحتقروا المحلي، الحاجة كتبت محلية نحتقروا، إيه يقول لك تراب وكذا، حتى يجينا الفرنسي يتحفها لنا يسمي هنا اركيتكتور دو تيغ، يزيد لهذيك الإير تاعو وكذا، وقال إيه درك راه ولات ألا مود وكيف، فاهمني شغل ساعات حاجة اللي تعود عندنا المفروض هنا نعرفوا نثمنوها، كما درك نرجعوا لخدمة كذي هنا لا لا نروحوا نحتقروها حتى يجينا الأجنبي و... هي وش اللي خلى انه العمارة الثانية تكون تزيد لها الأهمية وتولي مثلا حاجة اللي يهضروا عليها بزاف الناس، واللي تخلي انه يعني الناس تتخصص فيها وتعجب الناس؟ هل العمارة الثانية لانه رانا في وقت وين الحاجة القومية، يعني كل واحد راه يفخر بالثقافة تاعو باللغة تاعو، في حين انه في وقت فات كنا نقولوا باللي رانا في العولمة في المونديالizzazione، رانا نخمو اننا نكونوا قاع نفس الحكاية، وكنا دايما كل واحد يحوس على الار مودرن ولا الارتكتور مودرن، ومن بعد رانا رجعنا لا لا للصبغة الثقافية، الصبغة المحلية هي اللي تكون افضل. وتالي يطرح السؤال، هل في قريب ولا في بعيد من القرون اللي راها جايه ولا من العقود اللي راها جايه نعاودوا نرجعوا نقولوا بلي لا للعمارة المحلية ما عندنا ما نديروا بها؟ هي العمارة الطينية والعمارة بالمواد المحلية عندها إشكالية أصلا من ناحية لا ديسيبلين تاع الأرشيتكتور، يعني التطبيق تاع العمارة كانت تؤدى بطريقة تقريبا حرفية حتى نقولوا حتى الحرب نهاية الحرب العالمية الثانية، وين من ثم ظهر ضرورة أن العمارة تولي صناعة، وفي هذا الحالة تغلب استعمال المواد المصنعة على استعمال المواد المحلية، وتغلب بطريقة يعني كاو اي بونسيونال ما اختفاء تقريبا تام للمواد المحلية، وين اختفت كل السلسلة يعني من التواجد تاعها في سوق البناء، سوق البناء العمال تاعها اختفوا، المهارات اختفت، التدريس اختفى، حتى اصبحت انقراض تقريبا، يعني ممكن الناس ما شافوش انقراض تاع الديناصورات ولكن انقراض تاع المهن هذوما صح المحليه شفناهم، ويعني ايه سبلاي شين عشناهم كامله تاعها حبست كما نقولوا. كومبليتمون. مثلا احنا يحكوا لنا جماعه تاع فرنسا اللي يخدموا ب تقنية نسميوها البيزي اللي هي التربة المضغوطة كوفراج، وتضربوا بحطبة حتى يضمها، هذا هو البيزي. يقول لك بين المسببات الكبار للاختفاء تاعو أن أكبر عدد من الشباب اللي كانوا يديروا البيزي ماتوا في الحرب العالمية، دونك كاين أمورات صراو على ضربة خلات هذه المواد المحلية اللي كانت تسحق كثير من اليد العاملة لأنها تقريبا حاجات حرفية، حتى استعمال الحطب وكلش ولا الحجرة، هذو المواد المحلية يستحقوا يد عاملة. انقلاب ولا الطفرة اللي صارت مع بعد الحرب العالمية الثانية وين كان لازم الناس تبني كثير مع يد عاملة قليلة، خلى المواد المصنعة اللي هي البيبان، الأجر،
يعني طيب التركويت هادو يتوسعوا ويصبحوا هما الطريقة تقريبا الوحيدة للبناء. ولكن مع الوقت هاد الطرق هما طرق مستهلكة كثير للطاقة، مستهلكة للطاقة في نشأتها، يعني مثلا الإسمنت باش يحضروه لازم له حرارة كبيرة، ويقوموا بالطهي تاعو في دي او فورنو اللي لازم منهم حرارة كبيرة وكمية كبيرة من الطاقة، يعني تستهلك من هذه الناحية تاع الإنشاء تاعها، تستهلك من ناحية التوصيل تاعها لأنها في مصانع اللي تدي المواقع تاع المشاريع، وتستهلك حتى في أثناء المشروع تاعها، تستهلك الماء، تستهلك الطاقة باش الإنسان يقوم بالصناعة بها، البناء بها. وهذا واش خلى في وسط السبعينات مع أول صدمة بترولية الناس تاخذ كونسيونس باللي الاستعمال تاع الطاقة خاصة اللي يعتمد على المواد المحروقة مش ممكن يتكمل بهذه الطريقة. لازم نعاودو نشوفو فيه ونشوفو نخمو فيه بطريقة فعلا أخرى. نراجعوا الطريقة تاع الاستهلاك تاعنا للطاقة، لأن من بين المجالات الأكثر استهلاك للطاقة وحاليا دوكا مع المشاكل تاع التغيرات المناخية، لاحقين أن المجالات اللي دير كثير من ايميسيون تاع سي او 2 هو مجال البناء. هذا المجال يستعمل طاقة كثير ويستعملها باتجاه واحد، ثم يستهلكها ومن بعد ما يرجعهاش. ما يرجعهاش وهذا اي هذا واش يخلي باللي الطريقة تاعه هذا التفكير عنده بداية راح تكون عنده نهاية، لازم راح يخلص في وقت. وهذا واش خلى في هذوك السنوات الناس يعاودوا يقولوا يخموا طرق أخرى تاع البناءات اللي ما تستهلكش الطاقة وتكون صديقة للبيئة، وهذا رجع الاستعمال تاع المواد المحلية. ولكن هذا كما قلت لكم هذا في المجال على المستوى العالمي، النظرة تاع المجال تاع البناء كيفاش تم التخمام فيه على مجال عالمي. ولكن كانوا من قبل مبادرات فردية، مثلا احنا نعرف عندنا مهندس اللي هو فويون، مهندس اللي خدم كثير ليزوتيل في الجزائر وخدم جوايع واحد اخرين، لما كانوا الاخرين يخدموا بالبيطون يحبوا يخدموا بالبيطون ويأسيستيو باش يخدموا بالبيطون، هو مثلا قال لا لا انا نخدم بالحجره، وكان حتى ولو انها ماشي حجره محليه ماشي تاع الجزائر، كان يجيبها من فرنسا ويخدم بها هنا، الا انه كان عنده هذا النظره انه المواد اللي تعتمد على المواد المصنعه ما تديش بعيد، دونك كان يحول. هو كان كذلك مهندس اسمه مهندس حسن فتحي اللي كان يخدم بالمواد المحليه في مصر وحتى في امريكا الشماليه، وين كان يخدم مشاريع يعني جد مؤثره في عالم تاع العماره لانها كانت خطوات مهمه. هذه المشاريع كانت تجربه وحتى الدرك مازال نتعلموا منهم. دونك هاد الناس اللي كانوا يستعملوا مواد اللي في عصرها كانت تبان تالفه، لما جات لا كونسيونس تاع سنوات السبعينات الناس عاودوا خداو من عندهم وشافوا وحاولوا يطوروا هاد المواد المحليه. وحاليا ايفيكتيفمون مع يعني الريشوفمون كليماتيك والتحول الطاقوي يعني الرغبه في الاتجاه نحو في كل المجالات تاعنا نحو خيارات تكون ملائمة للبيئة، هذه البنايات الصديقة للبيئة راهي تتحط في الأمام وتلقى صدى أكبر. إمكانية أنها نولو للدور صعيب صعيب، لأن الاستعمال تاع المواد المصنعة راهو ياكل بزاف طاقة. هي ممكن انه ما كانش عندنا المعلومات اللي راها درك عندنا، على قبل ما كناش على بالنا باللي لو كان نمشوا في البيطون راح يدير لنا مشاكل مع البيئة ومشاكل مع طريقة التصنيع تاعو. هذه المعلومات ما كانش عندنا، وبالتالي ممكن احتمال كبير اننا ما نرجعوش للوراء ونبقاو نمشوا في هذا الطريق، صح؟ هي في الحقيقة مشاكل البيطون هو مادة اللي نعرفوها من وقت الرومان، ما يستعملوا نوع تاع بيطون هو اللي ولا استعماله كثير من الثورة الصناعية والرواح، هو بيطون بورتلون اللي هو يستعمل أكثر مع الخرسانة المسلحة، ما يستعمل الحديد والبيطون في آن واحد.
اللي هو تم يستهلك في صناعة الإسمنت واستخراج الحديد. الحصى واستخراج الرمل وكذلك في الحديد، يعني راهو موديل، يعني كما نقولوا موديل تاع استهلاك طاقة 100%، يعني ما كانش حاجة بلا طاقة. هذه الطريقة اللي جات كإجابة في مرحلة تاع كما قلت لكم بعد الحرب العالمية الثانية، جات كإجابة اللي في وقتها خلات مدن كامل تتبنى وخلات الناس يقوموا بمشاريع وين يحطوا الخرسانة المسلحة كأنها هي يحطوها في الأمام، ومن بينها المبنى تاع الجامعة يعني تاع ليبو هي كذلك مبنية بخرسانة ظاهرة، كذلك جامعة تاع قسنطينة. ولكن هذه المواد عندهم الحدود تاعهم، لحقنا حاليا شفنا الحدود تاعهم، هي الحل حاليا. هل نكملوا نحوسوا على مواد أخرى اللي تكون عجيبة تما تمد لنا طاقات خصائص خصائص تاع استعمال الخرسانة؟ لأن استعمال الخرسانة من الأمور اللي مفيدة فيها، باللي الخرسانة ما تحقش الاعتناء كثير مع الخرسانة حطها ونساه. وين جات، وهي مادة ماشي حية، مادة إينرت، يعني مادة أصلا ميتة، مادة ميتة ما حيصير لها والو، تحطها ممكن التأثر تاعها يجي بعد عشرات السنين، والتأثر تاعها يكون بطريقة متسارعة تمتم، يعني هي راهي صحيحة حتى نهار تشفى. ولكن المواد المحلية لا، المواد المحلية لازم لها اعتناء دائم. ماشي اعتناء دائم، لازم لها حية، لأنها يظهروا عليها أثر السنوات. ولكن ماشي حتريب إذا كانت فيها شقة، مثلا تشوف شقة في دار تاع حجرة ماشي كيما تشوف شقة في حيط تاع بيطون، تخلع بطريقة مختلفة لأنها المعنى تاعها معنى مختلف. هاد المواد المحلية عندها هاد الخاصية اللي من جهتها أنها تتأثر ولكنها تترقع، أما المواد المصنعة لا، لأنها مواد مصنعة جاية في لوجيك تاع الصناعة اللي تقول لك باللي عندك تاريخ انتهاء الصلاحية. كاين سؤال اللي راك يعني نعم معلومة مديتها اللي هي يعني أثارت انتباهي شوية، أنك لما قلت لنا باللي الخراسانة راها من عهد الرومان، يعني أنا تشوكيت شوية، إيه لا لا لأنه يا هي الخراسانة اللي حكيت اللي راك تحكي لنا عليها ماهيش نفس الخراسانة. هل ممكن تدخلنا فقط المستمعين باش تشرح لنا الفرق بيناتهم، وعلاش الخراسانة تاع اليوم، ما هو الفرق، وش تقصد بالخراسانة القديمة، وكيفاش حتى تبدلت، يعني على عجالة باش ما ندخلوش في الديتاي. أنا يعني على طه قلت لكم جيت تلعب الالعاب، كرك تعرف كرك لعبت هذاك رايز سان اوف روم ولا اساسن كريد، والله اي كرك سماش شفت عندك ميسيون وين هما يخلطوا في ديك الخرسانه، نظن وقيل راحت لنا الفورميل تاعها ولا لا فاش تخدموها. نقول لك هي الخرسانه الحاليه ما عندناش الفورميل تاعها. هي الخرسانه، وشنو هي الخرسانه؟ هي انك تخلط رمل حصى، وحنا اللي نعيطوا له ليون الرابط، هي الاساس كامل في هذا الرابط. وشنو هو الرابط؟ اللي هو احنا في الحاله الان وقتنا هذا، واسمه الاسمنت. هذا الاسمنت من وقت الرومان والناس دير هذا الرابط، تخدم اسمنت. الاسمنت في وقت الرومان كانوا يديروا له خليط من الطين، يعني هو طين يعني اصلا، ولكن يطيبوه ويزيدوا له مواد متحجره بركانيه بروزولان اللي يعطيه خاصيه انه يصبح رابط قوي، ويخلطوه مع الحصى والرمل. حتى انهم في بعض المواقع التاريخيه اذا ما غلطت ممكن في تونس لقاوه مستعمل تحت الماء، يعني خدموا اسمنت وبيتون ينشف تحت الماء، يعني حاجه اللي عاودنا اكتشفناها في يعني في القرن اللي فات. خراسانه تاع وقتنا اللي هي نعيطوا لها سيمون بورتلون، بورتلون مدينه في انجلترا اللي فيها صناعي قام باعاده استعمال الخرسانه وضع لها سيمان وضع لها اسمنت، اللي هو خدمه بطريقته، استعمل فيها كذلك الطين، واستعمل فيها كذلك لاسيليس، واستعمل فيها مواد اخرى. وما دام هو صناعي برفته، يعني قام بهذيك براءة اللائحه الاختراع. كتبها وقال هذه ملكيه خاصه علميه تاعي،
ومن ثم الناس شافوها وبداو يقراو عليها، وكل واحد يخدم الاسمنت تاعو. وحاليا تقريبا على بالنا بلي الاسمنت هذا اسمنت، ولكن المعلومه الكامله تاع المواد اللي راهم فيه ما على بالناش. كل صناعي عنده البروسيدي تاعو اللي هو ملكيه خاصه به اللي ما يمدهاش، اللي هي كما تاعو الكوكاكولا، كما فيها الكوكاكولا. مختلفين. هذه هي عنده، هذه هي من المشاكل اللي صارين حاليا في الميدان تاع العماره، انه هذا التمدد تاع العقليه التصنيعيه يا اخي، التمدد هذا خلى باللي فيه حلول في المجال تاع العماره يكونوا كانهم حلول تاع سلع صناعيه. وكما قلت لكم، اسمح لي، المشكل الكبير تاع السلع الصناعيه انها عندها تاريخ نهايه صلاحية. صلاحيه، واحيانا تكون هذه نهايه صلاحيه مبرمجه، وهذا من الافضل ما نطبقوش في الميدان تاع العماره، لانه الانسان لما يبني ماذا به دارو تشد له ليه ولولاده، ممكن اذا يبدل فيها حاجه قلال، ولكن ما نقدروش نخدمه دار اللي تخلص الصلاحيه تاعها. وهذا اللي يخلي بلي نشوفوا بلي من بدايه الثوره الصناعيه لوقتنا هذا، كثير من المواد الصناعيه بداوا ملاح لانهم كانوا يجوا كحل مشاكل، ولكن مع الوقت يتبين بلي فيهم خلل، وهذا عكس المواد المحليه اللي عندنا معاهم قرون وحنا نستعملوا فيهم. عندنا الريفي على بالنا، بلي التربه مليحه في اشياء ماشي مليحه في اشياء، عندها فوائد عندها المحدوديه تاعها، ولكن المواد المصنعه استعملوها ما عندناش الريفي، ما عندناش معلومات يعني تاريخية على واش صرا فيها الرجوع ولا تعلم انا من الخبره، ما صح. عندناش الخبره واش راح يصرا. من بين هذه المواد الاكثر اللي نعرفوها واثرت في الانسانيه هي لاميونت. لاميونت لو كان تشوفوا لي بوبليسيتي تاع بدايه القرن العشرين، كانت كانها ماده عظيمه، ماده هي اللي راح تحمي الناس من الحر والقر، لانها ماده عازله، وكان الناس فرحانين. مع الوقت بدات المشاكل تاعها يبانوا اولا في المناطق اللي خدموها في المصانع تاعها، ولكن الناس حتى ولو كان في المصانع تاعها كانوا يصيروا مشاكل كملوا يبنوا بها. يقول لك لا، هذا المشكل تاع لاميونت الا في مرحله التصنيع، ولكن لما نبني بها لا ما راح يصير فيها حتى اشكال. ولكن مع الوقت بداوا يخرجوا معلومات وبداوا يخرجوا يعني دراسات اللي بينوا باللي هذه الماده خطيره على الانسان، وادت ان الناس قررت تنحيها من كل المواقع وين فيهم الانسان يعيش. وهذا الشيء نفسه يعني تقريبا يصرى مع المواد المصنعه، لانها ما عندناش خبره، ما على بالناش واش يصرى معها. مثلا اذا اكو شايفين لي بانو تاع ولاو يديروا بهم لي فاصاد اش بي ال، هاد لي بانو هما يجوا كانهم حطب، هما كوشي فيهم بابي كرافت وطبقه بابي كرافت وطبقه تاع الغبره تاع الحطب، وملصقين بلصقه فيزين ويديرهم في لي فاصاد. في اوروبا يخدموا بهم كثير، شفتهم. حاليا رانا نشوفوا باللي هما عندهم ضعف كبير من ناحيه نقل الالتهاب، لما يصير حريق يلتهبوا بطريقه كبيره. وهذا الناس ما في المخابر ما كانوش يترى لهم، لان الانسان التجارب اللي يديرهم في المخبر الواقع دائما كان ما يشعلهاش اصلا، ما يروحش يشعلها. ممكن يشعلها، ولكن يشعلها بطريقه اللي تعاونه باش من بعد لازم روتور تاع الانفستيسمون تاعو. صح، يبيعها. دونك هاد المواد المصنعه عندهم هذه الجهه، عندهم فوائد، ولكن لازم الانسان يحطهم في مكانهم، باللي ماهمش مواد عجيبه اللي حلنا كامل المشاكل تاعنا. حنا لما ندافعوا على المواد المحليه ما نقولوا باللي هي كذلك مواد عجيبه اللي راح تحلنا كل المشاكل. هي كل ماده عندها بلاصتها، عندها انسان يستعملها بطريقه نقديه متفكره، يعطي يوزن بطريقه متنوره، يعني يوزن ضد ويوزن ايجابيات وسلبيات و... ايه ولو نكملوا في الموضوع، انتم وش ديروا في كابتير؟ وش الامور لكم دوكا تخدموا عليها؟ انا هي
باش نكمل لك، بديتك بالمهرجان اللي كانت ديرو السيده المديره اسم تركي، بداتو قبل المهرجان بداتو بمعرض للصور. كانت اول حاجه قامت بها هي معرض للصور، فرصه تاع المهرجان الافريقي بالجزائر، وين في 2009 وين دارت معرض للصور سماتو أتربة إفريقيا، وين دارت صور تاع القصور مبنية في الجزائر، مبنية بالحجر وبالتربة اللي هي موالي محلية. من ثم دارت كخطوة أخرى في تظاهرة تلمسان العاصمة الإسلامية في 2011، معرض آخر للقصور واحد أخرين. هذا الفون فوتوغرافيك خلى باللي عندنا نظرة على الواقع تاع المراكز التاريخية تاعنا اللي مبنية بالتربة وبالحجرة وبالمواد المحلية، وين خلانا نشوفوا بلي كاين إشكال المواقع التاريخية تاعنا تعاني من ظاهرتين مهمين، وهما ظاهرتين تقريبا متكاملين، اللي هي يا إما أن المواقع المراكز التاريخية تاعنا، لما نقول مراكز تاريخية هي المدن القديمة، المدينات ولا القصبات ولا القصور، يا إما أنهم مكتظين يا إما راهم فارغين مهجورين، وعادة يكونوا مكتظين حتى يتهجروا. واش السبب؟ السبب هو كاين حاجات يعني نقولوا عليهم حاجات محسوسة، مثلا إن إنسان في هذه المراكز التاريخية ما يلقاش حانوت، عادة ما تلقاش حوانت الداخل، ما تلقاش مدرسة الداخل، ما تلقاش وين تقاري الداخل بالسيارة تاعك، ما تلقاش الفيبر اوبتيك، ما تلحقلكش دارك الماء، ممكن قبل ما نلحقوا الفيبر اوبتيك ممكن الماء هذه الامور ما يلحقوش اصلا للقصر ولا للقصبه وينك عايش. ولكن كاين هذو الاسباب المحسوسه نقدر نسميهم حقيقيه، كاين اسباب اخرى اللي هي انه فيه النظره كما مقبله تهدرتكم باللي كاين نظره نشوفوها بدي نظرة مغلوطة، ولكن هي نظرة اللي تحمل المراكز التاريخية والمواد المستعملة فيهم تحملهم أكثر من طاقتهم، من ناحية أن الإنسان يقول بلي هاد المواد ما نقدرش ندير معاهم العصرانة والظروف المريحة، ما نقدرش. احنا كثير من الناس لما يجونا يقولوا لنا، خاصة لما نتحدثوا مع نساء ماكيتات في البيت، يقولوا لنا أنا مثلا ما نقدرش نسيق في منزل تاع التربة، نسيق البيدون وكلش، يعني حاجة يعني من الحياة اليومية. وكذلك كاين الناس يخافوا من الخطر، عادة ما تسمعوا تقراوا في الجرائد يقول لكم باللي الناس راهم في خطر، راهم عايشين في مدن ولا في مواقع تاريخية هشة اللي ترتاح مع أول قطرات المطر. هاد النظرة اللي فوقها كامل، يعني النظرة الأكثر عمق، هي النظرة أن هذه البنايات هي علامة على التخلف. هذه هي النظرة، يعني الإنسان لما يبدأ يكرط ويحوس يفهم يلقى باللي هاد لا تسيق لا والو. أنا ما باللي هي ماذا بها تبني دار كما دارتها ولا الأخرى اللي بناها وبناها منطقية انا في ما البلافون بنو والحياة والليستر. انا ما بنو حتى في العبارات، يعني عبارات منتقاه يقول لك بنا اون دير، يعني بحاجه صلبه. هذه النظره احنا نقولوا عليها مغلوطه، لان لما نشوفوا في بلدان واحد اخرين واش راه يصرى، نشوفوا بلي هذه العمارات والمواقع التاريخيه، المدن التاريخيه اللي ما صرى لهمش وصرنا احنا في بلادنا، خاصة مع الاستعمار، المواقع التاريخية هذه مثلا في أوروبا ولا حتى في دول عربية ولا حتى في دول دول شرق آسيا. آسيا، نشوفوا باللي المواقع التاريخية اللي كملت تعيش ما صارت لهاش لا ريكتور اللي صارت لنا احنا. الناس كملوا عاشوا في المواقع التاريخية تاعهم وطوروها مع كل احتياجات، كل ما يجي احتياج يطورهم على حسب الاحتياجات تاعو، بلا ما يخلي القديم وينتقل الى الجديد ويخلي القديم. احنا هذا واش صرا عندنا، صرا باللي هاد الفتره تاع الاستعمار خلات باللي
عندنا انقطاع عن القديم والمقومات تاعو من ناحيه كيفاش نبنوا به يعني في مجال البناء، ولكن هذا في كل مجالات عاده. يعني اذا تمحوا لي نديركم تيمونياج، عاده الناس حنا يجوا لنا يقولوا لنا باللي في الحرف جيراننا تونس ولا المغرب في مجال الحرف عندهم حرف اكثر منا، احنا مش نقدر نقش تاع الحاج خصوصا بحكم السياحة ثاني. السياحة هي نتيجة جات من بعد، طيب اوكي. ولكن هما يقول لك لا لا تروح تشوف تما ما زاد عندهم زنقة تاع النحاسين ولا زنقة تاع الحدادين وكذا. احنا في بلادنا عندنا وضعية أخرى، وخاصة في الشمال. في الجنوب مازال هاد المناطق نلقاوهم، مثلا في غدا الإنسان لما يروح يلقى مازال كاين زنق تاع ناس متخصصين، مثلا في تيميمون كاين بلاصة وين تاع الحرفيين. تربيين يخدموا لك وما محرفين في مواد واحد اخرين، مثلا التربيين يخدموا لك الفضه واسمه. ولكن في الشمال صرا باللي فرنسا السياسه تاعها في هذاك الوقت كانت سياسه، وخاصه من 1871 وقانون الاهالي، وين كانت تمنع بزاف حاجات، كانت تمنع بزاف حاجات على الاهالي. ولكن من الامور اللي ضربوا الحرف استمراريتها انهم كانوا يمنعوا الاجتماع الجزائريين بدون رخصه، واذا انت تمنع اجتماع الحرف قايمين بالاخوانيات. انت مثلا انسان اللي يخدم اي حرفه لازم يتنظموا بيناتهم باش هكذا يكون عندهم مثلا يشروا المواد الاوليه بسعر ما يصيرش احتكار، هما بيناتهم يتفاهموا البري باش واحد ما يخسرش فيهم، يتعاونوا بيناتهم اذا واحد طاح فيهم. الحرف عندهم طبيعة بها، حاليا عندنا غرفة الحرف لأنها طبيعة تاع العمل هذا تعاوني، وانت إذا انقطعت تجمع تما الجزائري ثلاثة من الناس ما عندهمش الحق يجتمعوا، يخلي باللي الحرف يروحوا، لأن هذا أقل شيء متمهن عند اللي علموا المهنة، صح، إذا ما قدروش يجتمعوا كيفاش تمشي المهنة؟ دونك صرا هذا الانقطاع اللي خلى في بلادنا احنا الحرف يختفي، وفي مجال البناء اكثر يعني بدرجه اكبر، لانه الجزائريين مده سنوات وسنوات وهما يبنوا بطريقه ونظره انه يبني ماشي لدوامه، يبني وكانه في كري بيت قصديري. بيت القصديري جاء في وقتنا، ولكن هو بكري كانه في بيت قصديري، مع بيت ما راهوش تاع دوامه. دونك ولا يبني على باله بلي ممكن فرنسا تجي تريب له ولا اي حاجه انسان يدير له اشكال. دونك هذه الحاجه خلت فيه انقطاع اللي احنا من بعد لما ورثنا لا لا لما جبنا الاستقلال لقينا بلي كاين وضعيه فيه مدن تاع المعمرين عندها مبنيه مليح، وعندنا مدن تاريخيه يعني متجدره وكلش، ولكن الوضعيه تاعها سيئه. الخيار في هذاك الوقت كان خيار يعني سياسي. سياسي، ولكن هو كان خيار يتبع الخيار تاع طريقه تاع النظر في مجال العماره اللي كان صاري في العالم. احنا كما قلت لكم مقبلات، مثلا في سنوات الستينات السبعينات كنا نجيبوا دي ستار اركيتكت يخدموا لنا، يعني مهندسين معماريين معروفين، مثلا بولون، مثلا او اسمه اوسكار نيمير، هادو ناس كانت تجيبهم دولات تمد لهم امكانيات، وهادو الناس كانت عندهم النظره الخاصه تاعهم، ما كانش عندهم التفكير بالوضعيه الجزائريه الخاصه. يعني ما تبنوش الوضع الجزائري كيفاه كان. هذه هي، ما كانوش عندهم اطلاع لانهم ناس يعني مش عايشين هنا، جاوا بطريقه تاعهم والدوله كملت في هذا المجال، كملت. واهتمام بالمواقع التاريخية كان اهتمام كأنه إلا عبارة عن متاحف، والنظرة اللي سادت في هذا الوقت المتحف أنك ما تمشي الحاجة، خليها بهذه الطريقة تاعها، وهذا زاد الأمر تدهور. ولما يكون هذا التدهور هي أصعب شيء تطلبه من مبنى أنه يحبس ما يعيش، تقول له أحبس، وهذا مبنى لا لا، المبنى لازم يعيش، لازم تعيش فيها، دير فيها حركة، دير فيها أشغال تاعك بطريقة عادية. إذا صار فيها مشكلة ترجع
تدمو وهي رايحة، هذا هو حياتي تاع مبنى. هنا وين تفهم بلي المهندس المعماري ما يشوفش المبنى كما يشوفوه احنا انا وياك الزبير، هو يشوفه يعيش ويقدم لا هو يعني اورجانيزم فيفون، يعني حاجة حية تتفاعل، ويعني عندها تتأثر بالأمور الخارجية وهي تتأثر في الأمور كذلك. ولما انت تحاول تحكمه وتقول له لا لا احبس كيما راك، في الحقيقة يبان لك راه حابس، ولكن ماهوش راه حابس، مازال يعيش. راهو يدهور، عادة يدهور، ماهوش راح يمشي في الطريق الصحيح. وهذا الأمر اللي خلى في المراكز التاريخية كما قلت لكم مقبلات تتهجر، يعني يا إما تتعمر وبعد تتهجر، يا إما أنها تتهجر مباشرة. وهي هذيك الهجرة تدهور الأمور، لأن الناس إذا ما كانوش عايشين هذوك الديار يبداو يندثروا. الدار لازم شطات تروح تلبسها وتعاود تنحي لها وتعاود تسقمها، والا راح تزيد تكبر، واذا كبرت انت اذا خليت دارك ترشى، الدار تاع جارك اللي قدامك ترشى اذا هو كان يدير يعتني بها. لهذا المراكز التاريخيه لما بدات تفرع، كل ما تفرع دخلنا في حلقه مفرغه تسمى هذه المراكز تفرع تدهور تدهور تزيد تفرع تفرع تزيد تدهور وهي رايحه هذا الحلقة المبرمجة. احنا في وزارة الثقافة لما وقفت على هذه الحالة خدمت يعني سنوات الستينات عبر قوانين، هما قوانين ورثناهم على الحقبة الاستعمارية، نظرة تاع كما قلت لكم هذا تاع ميوزيفي تما، أن هذه المواقع التاريخية متاحف، ولكن مع الوقت طورت ولات يدخلوا عليهم ترميمها، ولكن كانها ترميم كانها اوبجي ميوزيال، اوبجي تاع ميوزي، كانك تحاول ترجعها بالسيف كما كانت نهار الاول. وهي هذه باش ترجع حاجه بالسيف كما كانت نهار الاول في لوحه فنيه ولا في يعني في اوبجي شيء يعرض يعني ايه. في شيء ممكن اذا لقيت مرسوم، يعني نهار الاول كاش خدموه رسموه تلقاه خلاص على بالك كاش. ولكن منزل ولا مبنى ما عندوش النهار الاول تاعو. النهار الاول وشنو هو؟ نهار كملوا بينا، ولا نهار فراغ سكنوه ايه. الاول، ولا نهار مبنى. لا لا، مبنى ما يمشيش بهذه الطريقه. مبنى ما عندوش التاريخ تاعو، قال هذا هو نعاود نرجعوا لهذاك النهار. المبنى عنده حياته، واذا انت تحوس كما قلت لكم تحوس تحبسه ماشي مليح. ولكن هذا النظره من بعد فاتوها، ولاو يشوف مباني بطريقة حية وديناميكية، وخرج قانون تاع التراث اللي هو القانون نقدر نقولوا الأول اللي خدا المشكل من الجذور تاعو، وهو قانون التراث تاع 98 04 98، اللي فيه عدد من الأمورات اللي تعاون الناس اللي ساكنين في هذه المواقع التاريخية، وبدات فيها أشغال ترميم في مناطق مختلفة. ولكن كيف صار الترميم ولكن الناس ما عاودوش ولاو، لأن ندي لكم مثال احنا موافقين ندوه، لأنه كديكور كما نقولوا قصر تاع بني عباس في بشار، اللي هو قصر جاي في وسط الواحة، كاين الواحة تاع بني عباس، سنوات بداية الألفينات ترمم، ما ترممش كامل القصر، نقولوا ترمم النصف تاعو، ترمم يعني كان في حالة روين، حتى رجعوه مبني كما لازم الحال. ولكن الناس ما عادوش ولاو، لأنه لما تكمل الترميم تاعو ما بداش يشتغل، الناس خافوا عليه ولا صاروا إشكالات، قعد مهجور. الآن لما تروحوا له الآن ما تعرفش من المكان اللي ترمم من المكان اللي ما ترممش، لأنه ما عاشوش فيه. إذا الوزارة عاودت خمت، قالت أنا إذا الرمم باش الناس ما يعاودوش يوليو يعيشوا ما درت والو. هنا يجي المركز تاعنا، يعني هذا الشمين مكامل التسلسل هذا، المركز تاعنا جا كطرف، يا أخي إحنا نقدروا نقولوا يعني جزء من الحل اللي راهي تقترحه وزارة الثقافة، أن نغيروا النظرة تاع الناس لهذه المواقع التاريخية، خليهم يتقبلوا الفكره للرجوع ولا للثبات، ما الناس اللي عايشين فيها يقدروا يكملوا يسكنوا فيها. وحنا باش نلحقوا لهذه الحاله نعاونوهم
التحسيس بالمساهمة في إعادة الترميم ولا إعادة تهيئة بعض المواقع التاريخية. الرد بتاعي كان شوية مستفزني بس رجع يعني انا مر. سبحان الله راك اجبت على ياسر تساؤلات اللي انا مره جاتني. تساؤلت كنت في سفر مره رحت لتندوف وفي الطريق عقبنا على قصر الشلاله الظهرانيه تاع البيض، وعندهم واحد ثم واحد القصر رائع صراحه، وشفني حال هو صح ماهوش مهدوم ولا مهترئ، ولكن كما قلت انت مش مسكون، تحسوا باللي كما قلت انت انسان يحتضر يموت وتغيظك معناها كيفاش، وكي تشوفها سبحان الله تروح للمدينه هكذاك ولا قصر كلي تجيك تحس الناس يسكنوا فيه، ثم تتخيلهم يمشوا في الزقه تاعو في الديار في المسجد هذاك مسكر في كذا، تقول هذا القصر العتيق هذا شو كيما نقولوا خساره انه يبقى هكذاك، ماهوش ما هو باين قال مهدوم ولا قال مش عارف حاجه اللي نديروا لها السجاج ونحطوها قال الله غالب ما تتحركش، ولا هو كامل مرمم مليح والناس تقدر تعيش فيه ونقدروا نستعملوه، ويلو كان نستعملوه كاستوديو نمثلوا فيه مسلسلات ولا افلام ولا معناها قاعد هكذاك نستناو فيه يتهرى كما قلت انت ويموت. قاضني شكرك اعطيتني ذوك عده، راك جاوبت على عده اسئله كنت راح نسقسيهم لك. هي من الناحية العمرانية، يعني لو كنا نرجع للتراث الجزائري العمراني، على بالي بلي الجزائر بحكم أنه فاتت عليها عدة يعني فترات، كاين الفترة الرومانية وكاين الفترة الإسلامية وكاين الفترات اللي فاتت عليها، فبالتالي عندنا خليط ولا نقدر نقوله يعني أنواع عدة من العمران اللي عندنا في الجزائر. لو نقدر نصف الجزائر من الهوية الجزائرية العمرانية، ليس الهوية يعني العادية ولكن الهوية العمرانية تاع الجزائر، هل عندنا هوية وهل عندنا يعني مناطق مختصة بحقب زمنية أكثر من مناطق أخرى؟ لما نحكي على تلمسان، تلمسان في معرفتي أنا ممكن نكون غلط أنها عندها أكثر هوية إسلامية أكثر منها الهوية مثلا الرومانية أو الهوية، لما نمشي نحكي على تيمقاد ولا نحكي على شرشال عندها هوية رومانية أكثر، ولا تيبازا هوية رومانية أكثر، فممكن عندنا يعني عدة هويات اللي عندنا في الجزائر من الناحية العمرانية. عندنا ثاني أيضا الجنوب ما ننساوش، لأنه في الصحراء عندنا هذيك الهوية تاع الواحات اللي مازالت عايشة ليومنا هذا. هل نقدروا نجمعوا منهم كلهم ونستغلوا هذا الثراء اللي راه عندنا؟ هذه الحاجة الأولى، السؤال اللي كان عندي. والسؤال الثاني اللي هو كيف حنايا اليوم نقدروا نستغلوا كل هذا الثراء العمراني باش نقدموا مثلا للعالم من ناحية السياحة، نقدموا لهم يعني عدة كيف نقولوا عدة أوجه لعملة واحدة اللي هي الجزائر، لدولة واحدة اللي هي الجزائر، ونقدروا نعيشوا الإنسان في تاريخ اللي ممكن ما يقدرش يعيشه في دول أخرى. هي بلادنا الجزائر واسعة وعندها تاريخ، يعني هضرت على الصحراء، عندها صحراء تواجد فيها العباد أقل شيء 10,000 سنة، يعني هذا آثار باينين، يعني الإنسان راح يشوف يقول باللي صح هنا إنسان كان عنده 10,000 سنة وجاز منا إنسان. إذا هنا إنسان ما يشوفش كصور، ما يحاولش يلتقط صورة يقول الجزائر هذه الصورة، لا لا، الجزائر سياق عنده متجدد ومكمل بينا ولا بلا بينا، يعني إذا عرفنا صلحنا في القطار، إذا ما عرفناش الجزائر راح تكمل. تقول تاريخ كامل لازم تاريخ وحاضر ومستقبل، لأنه بلادنا يعني عندها خصوصية أنها في موقع البحر المتوسط وفي شمال الصحراء ومن جدرة يعني في الصحراء، هذا الموقع كأنها باب، يعني باب تاع إفريقيا، خلات الناس يجوزوا عليها كثير من الناس ويخلوا آثر، وهي تخلي الآثر تاعهم فيهم أخي يديوها للجهات واحدة أخرين. ولما احنا نبداو نحوسوا على الهوية العمرانية بحكم أنه فيه بيئات مختلفة، كما قلت لكم كاين بيئة مطلة على البحر، كاين بيئة مطلة على يعني الغابات، كاين مطلة على السهوب، كاين مطلة على الشطوط، عندنا اسمه الميدان، عندنا الصحراء، يعني مختلفة اختلافات كثيرة. الهوية هي ممكن في النتيجة مختلفة، مثلا
إذا نقولوا بلي في جهة خدموا بالحجرة، في جهة واحدة أخرى خدموا بالتراب، في جهة واحدة أخرى بالتراب ولكن بطريقة مختلفة، كان اللي يبني بالطوب، كان لا اللي يبني تقنية نسميوها حنايا فيلي، اللي كما قلت لكم هي كأنه بيتون بالكفرج ونعمره الحيط ونضميوه يخرج الحيط مباشرة، هذيك هي البيزي التربة المدكوكة. هذه الطرق في النتيجة مختلفين، ولكن في التفكير وفي التأقلم نلقاو ديتيرمانونس، نلقاو حاجات مشتركة، وهذيك هي اللي تعبر على الهوية المحلية، خاطرش العمارة هي إنتاج ثقافي، هي حل كما اللغة كما اللبسة كما الماكلة. الإشكال إشكال مع العمارة مقارنة بنتاجات أخرين الثقافة، الإنسان عادة يبني مرة في حياته ولكن يطيب كل يوم، لهذا في الهوية الجزائرية في الماكلة باينة، على الطعام باين، صح في البناية نحير، خاطرش جدودنا ممكن بنى مرة في حياته ولكن طياب. في الطياب ويا ربي انا شفت احنا يعني وقتنا هذا، وقتنا هذا بدا وقتنا هذا الإشكال هو إشكال تاع العولمة، وإشكال تاع إذا تفكروا واش قلت لكم مع الأول، تمدد تاع العقلية التصنيعية، هذا هو الإشكال تاع القرن 21، هو أن البشرية لازم تدخل هذا التصنيع. أصبر أصبر، عاونتنا مليح في القرن 20، أصبر دوكا أنا في القرن 21 أدي بلاستيك أخي مليح تصنيع، من ماشي في كلش أخي. دونك هذا هو اللي التحدي اللي هو عندي. نحل لك قوس فقط. كنت نتفرج مؤخرا في واحد الشريط يحكي على آثار تصنيع، يعني القرن ال19 ال19 والقرن ال20 التصنيع خلانا، خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، خلانا انه كل واحد يكون يعني يحاول انه يسهل الحياة تاعو، ولكن في آخر المطاف كما كنت تحكي قبل على الإسمنت والخرسانة المسلحة، ما كناش نشوفه في آثار وش كان التصنيع هذاك على البيئة، وعلى أن الأرض يعني ككوكب مش قادر يتحمل كل هذاك التصنيع، أننا كلنا نستهلكه وتكون يعني مجتمع استهلاكي، وفي آخر المطاف مانيش نخمو على هذاك الاستهلاك الأثر تاعه على المحيط تاعنا والأثر تاعه على الكوكب تاعنا. وخصوصا اننا قبل ما كناش، يعني لو كان تشوف ما كناش 7 ملاير ولا 8 ملاير اللي رانا اليوم، وهل ما كنا عمرنا لا سالنا هل الارض قادره تحمل 10 ملاير بالاستهلاك اللي رانا نستهلكه فيها، او باستهلاك متزايد اللي هو استهلاك متزايد للماء اللي هو زايد ويروح، استهلاك متزايد للطاقه، استهلاك متزايد لكل شيء. هذاك تخمم كما كنت تقول في التصنيع، نظن باللي اثر ثاني على العماره كما راك تقول، يعني اثر على كل شيء، وبالتالي لازم نعاود نخمم مره اخرى في كل حاجة درناها من خلال الصناعات الخفيفة والثقيلة اللي درناها. يعني إذا كان الإنسان راه يتساءل في وسيلة النقل البسيطة اللي هي السيارة، أسكو يخليها ولا ما يخليهاش، الواحد يتساءل في كل شيء، يعني في طريقة أكله، في طريقة استهلاكه، في طريقة بنائه، في كل الطرق، في طريقة حتى استهلاكه للمعلومة كيفاش رانا نستهلكوها اليوم مختلفة. تفضل. هي ماشي التصنيع بروسيدي ولكن العقلية تاع التصنيع، خاطرش العقلية تاع التصنيع إذا نحكموا مثلا الفورديزم يا أخي، طريقة تاع التصنيع بالتسلسل، المشكلة تاعها أنها تخلي الإنسان حبيس طريقة الإنتاج تاعو، من ناحية أن مثلا ندو دونك فورد كيفاش كان يخدم السيارة تاعو، كاين أون شان سلسلة وين كل عامل أو يحط حاجة عنده نهار كامل هو الا يحط هذيك الحاجه، وهذه الطريقه صح تعطيك انتاج كبير وسريع ومتقن، لان الناس لما واحد تعلمه يحط روضه برك في بلاصه يولي يحطها، يعرف يحطها ويولي الانتاج تاعو اوبتيمال، ولكن هذا واش يخلي باللي شكون اللي يعرف يخدم سياره من الالف للياء؟ شكون واحد فيهم ممكن 30 سنه هو يخدم هذاك المصنع، بصح على بالو برك كاش يحط الروضه، ولكن السياره كاش تمشي بون فيتاس تاعها وهاد الامورات ما يعرفوش. من الالف للياء ما نقدروش، ما كانش في وهذا زمان. هو العقليه تاع التصنيع بهذه الطريقه تاع الاختصاص اللي تمددت في كاع الحياه تاعنا. حاليا تقريبا ما كاش مهنه، كان الا تخصصات ما كاش يعيطوا لها
برمية يعيطوا لها طاشنو، كأننا كامل طاشنو، عندك إن طاش تلحق ليك المسألة دير لاطاش تاعك وتجوزها اللي بعدك. وهذا اللي يخلي اللي ملهم بالمسألة كامل ما كاش، كامل رانا طاشنو والمسؤولية أنا درت اللي عليا وجوز. وهذا مثلا في المجال تاع البناية والعمارة ما يديكش بعيد، ما يديكش بعيد من زوج نواحي. الناحية الأولى بلي العمارة كما قلتم هو حل جاية كأنها حل لمشكل المشكل، مشكل تاع مكان زمان الأشخاص، يعني هادو هما الحاجات اللي يعبروا على الثقافة تاع بناء داخل. عندك ناس تبني لهم في وقت وفي في مكان، هادو هما إذا أنت تعطي لهم حل ستوندار اللي جايبو كأنه من جهة واحدة أخرى ما يكونش ملائم لهم، راح يحسوا روحهم في ملل. ومن الجهة الأخرى السيد اللي يمد هذا الحل التوين تاعو ما يخليهش يمد الحل الأنسب، لأنه هو أصلا تعلم بهذه الطريقة، لأنه كأنه عنده طاش يديرها وخلاص. ومن مثلا مقبلة هضرنا على لي لوجيسيال والبيم وهذه الأمور اللي راهم يزيدوا، راهم يطوروا في تقليل من التدخل تاع العامل البشري اللي هو الارشيتكت للمجال، ولكن نفس الشيء في كل المجالات. العامل البشري قللوا لانه عندك بيبليوتيك دوكا تاع ريفيت ولا اي لوجيسيال راح تاخذ تدي منها اكبر عدد من الخيارات، خلي الاورديناتور هو اللي يدير الخيارات في مكانك. في مجالات مثلا في الطيران حاجه مليحه، كاين بيلوت اوتوماتيك يدير الخيارات، غالب الاحيان تكون خير من البيلوت من الإنساني. ولكن في المجال تاع البناء ولا مثلا المجال حاليا هذا العام مادام مهتمين اكثر بالمجال تاع الصحه، تخمم باللي لو كان حاليا يديروا لوجيسيال هو يداوي في بلاصه الطبيب. ولا انا سمعت كذلك مثلا كاين بلدان اللي داروا قاضي لوجيسيال ثم هو يحكم عليك. يعني هذه النظره اللي راهي جايه تاع العالم كيفاش تطور، وين العقليه تاع التصنيع طريقه السلسله هي اللي راهي تتمدد في مجالات. وهذه المجالات الطبيعه تاعهم هي طبيعه ثقافيه، باللي الاجابه تاعهم اجابه ثقافيه. الانسان في الميدان تاع البناء ما يقدرش يقول غير انا 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 انا. المشاكل اللي تحطوا عليهم في التكوين تاع العماره هو انه الطلبه يتعلموا يكبروا الانا تاعهم، كانه المهندس المعماري هو راهو هنا باش يغير الدنيا على حسب المنظور تاعو. هو راهو حلقه عندها الدور تاعها، ولكنه حلقه في منظومه اجتماعيه اللي تعطيك على حسب الهويه تاعك. ما باش اذا لحقت لحقت الفكره اللي هي خلتنا نفهموا انه صح الهويه الجزائريه هي هو خليط، وهذاك الخليط لازمنا نستثمره فيه ولازمنا نخدمه عليه. من بين الامور اللي مخليه عندنا هويه، يعني الامور اللي تتزار واللي معروفه به الجزائر، هي القصبه. ولا بالنا بالقصبه رممت مؤخرا، كان عندنا سؤال انا وزبير كنا نخمو عليه، القصبه رممت من طرف، يعني ممكن هو الخيار يكون سياسي، ولكن علاش القصبة رممت ليس من طرف إنسان اللي هو نقدر نقوله بثقافة إسلامية شرقية، ولكن رممت من طرف، إذا أنا متفكر مليح، شركة فرنسية. ومش رممتش، ما ظنش رموها، لأنه أسماء اللي طرحوها هو ذاك المهندس الفرنسي. هو السؤال أنه هذا كي علاه نجيب أنا المهندس الفرنسي اللبناني، أنا هذاك تاع بومبيدو في باريس، نقول له بنوا القصبة. من المفروض منطقيا نقول القصبة بنوها الأتراك، مختص فيها، نجيب الأتراك يا نجيب جزائريين محليين يعرفوا هذيك. علاه نروح نجيب فرنسي؟ هو لا يعني انه الفرنسي ما يقدرش يتخصص، ايه، وخاصة والله اذا راح نجيب بلاصة القصبة يديروها لنا، يعمروها لنا جعب صفر وحمر كما بومبيدو كما دار هو. هو السؤال فقط من اجل التوضيح، هو لا يعني انه الفرنسي ما يقدرش يتخصص في التعني، ولكن السؤال اللي يطرح نفسه، هل يعني لما نجي انا اللي نعرفها هي انه المهندس المعماري يتاثر كما كنت تقولنا في الاول، يتاثر بما درس ويتاثر بالمدارس اللي درسها.
فهل ممكن سؤال مقدم ممكن نبدله، هل ممكن أنه إنسان مثلا برازيلي يقدر يكون عنده ثقافة معمارية شرقية اللي هي ثقافة معمارية إسلامية أو لا؟ واللي هو اللي نمشي منه السؤال القصبة، هل ممكن ترميمها من طرف ناس اللي هما ما عندهمش الثقافة التركية ولا نحل قوس برك هنا ثاني نضيف للسؤال تطاف هذه انه طولنا عليه في سؤال؟ الى ايه انه صح حاجه انا هذه كما نقولوا نسقسيها ياسر برك لازم لك حتى ولو تخصصت، ولكن هل تتخصص بمفهوم تروح تعيش مع ذاك القوم وتشوف فيش هم عايشين ولا برك تقراها في الكتب؟ نعطيك مثال، انت راك تعيش في مجتمع نقولوا هنا اسلامي والله عقليه الحرمه مش عارف، انا ما تنجمش تدير لي هذيك كويزين بار هذيك تاع محلول صالون المراه طيب هنا والضيوف يتعشاو في الطابله مقابله، ولا الحب الشباك تاع الحمام يطل الزقاق، ولا الفيروندا طل، ولا الحيوط قاصين، يعني يجيك واحد فرنسي يبني لك بنايه فرنسيه جزائر ما تصلحش، يعني الحياة قادر واحد يطل لك عليه وثاني قادر ينقزوا لك ثانيه من المفهوم الامني، ولا لو تشوف ديارنا هناك شبنيه قاعد مضروبين بالبارودج على برا كذا، ولا تبني له كيما كاين تروح تشوف المناطق الاثريه تلقى معمرين جماعه مخرطه اسمواتهم كذا، فلان من ديزناف، فلان فلان مره من هنا، والقلوبه وما على باليش وش مدى فلان فلان زائد فلان هي تساوي هذوك تعلموا الرياضيات إلى أي مدى لازم يعود المهندس المعماري فاهم واقع هذيك البلاصة يبني لها على المستوى كما نقولوا هنا البناية هي في روحها، وبعد على المستوى العمران في روحه، اللي واحد يبني حاجة في غردايا ما هيش كما حاجة تبنيها في تلمسان، والله طبعا عندك البحر مقابلك نقولوا هنا في مرسى الحجاج في وهرن، ولا تبنيها في عنابة، ولا تبنيها في تميمون، ولا هي السؤال تاعكم فيه طبقات بركان في طبقة طبقة وعاونوني إذا جايزة كان راكم تفكروا انا وانا بديت ننسى. معليش معليش، القصبة ما بنوهاش أتراك مباشرة، القصبة تعود أوقات أقدم فيها آثار، نقدر نلقاو مباني حتى تعود السكان الأصليين. العمل الكبير اللي قاموا به الأتراك كان خاصة بعد الزلزال الكبير اللي صرا في 1696، وين هما تما خداو قرار البنايات تكون مضادة للزلازل، لأنهم هذاك الزلزال أثر كثير، دونك مشاو من طريقة بناء وين كانوا يستعملوا في هذاك الوقت كثير من مثلا تربة يعني لا تير كرو، تربة غير مطهية. وما لا قالك حاليا نبدلوا الطريقه، نقولوا نخدموا باجورات طيبين اسمه بريك كويت، اللي هي عندها امكانيه نخدم حير اكثر صلابه من ناحيه انه اكثر ستابيليتي، يوقف افضل من اشكال ماشي هندسيه منظمه. هذا من ناحيه التفكير، هذا كان قرار سياسي، كانوا هما اللي يحكموا في المدينه بدلوا وتغيرت الطريقه تاع العمران في هذيك المرحله. وحاليا القصبه كباقي اسمهم مواقع تاريخيه تعاني من جهه الاكتظاظ ومن جهه الهجره، كثير من الدويرات مباني مهجوره ما كانش اللي يوقف عليهم، زائد فيه يعني فيه خصوصية لقصبة الجزائر باللي مشكل كبير، وهذا نظرة يعني شخصية سمعتها من الناس اللي يخدموا بزاف على هذه المنطقة على هذه المسألة، ويعني عندهم باع في هذا الشيء، هو أنه كثير القرار عند كثير من الناس، يعني كان كثير من ليزاجونس اللي يخدموا على هذه المنطقة، دونك كان إشكال في تقسيم المسؤوليات اللي خلى كاين هذا نولي الواقعة تاع طنبو من اسم تاع معروف في الميدان تاع العمارة الثانية، في الميدان تاع العمارة اللي هو جون نوفال، باش يقوم بالترميم تاعها. هذه كانت أوبيراسيون يعني بوبليسيتي، كانت إشهار أكثر منها حاجة واقعية، لأنها ما تخفاش عليكم باللي القصبة موقع تاريخي مصنف عالميا، والتصنيف العالمي عليه ترتبوا عليه أمورات اللي ما تخليكش دير واش تحب.
دونك الناس اللي دارت هذيك العملية تاع الإشهار كانت عندهم أهداف، كانت عندهم حاجة في رأسهم. حاليا الأمور ما تمشي في هذاك المجال، هي تمشي في حاجة واحدة أخرى. وحتى لو كان هذاك الاسم هو اللي كان راح يخدم، كان راح يتحكم عليه يخدم بطريقة معينة، حتى ولو كان أضاف البصمة تاعو، البصمة تاعو ما تقدرش تكون هذوك الجعب والصفورة، خاطرش كما قلت لكم موقع مصنف عالميا عنده دفتر شروط تاعو اللي ما نقدروش نتعاملوا فيها. دونك قلت لكم من قبل باللي الدومين تاع العمران بلاد ما عادة ما تروح من جهة الستار اركيتكت، ما تعيط الاسم معروف. وهذا نعاود دائما التمدد تاع العقلية تاع التصنيع تمشي العقلية تاع البوبليسيتي، لأن الإنسان باش يبيع لك المنتوج تاعو لازم يدير لك بوبليسيتي. كيف كيف ماركتينغ صح. تاع العمارة خرجوا أسامي تاع ناس مهندسين معماريين اللي هما يديروا منتجات معمارية وتتباع، تلقاها في دبي، تلقاها في باريس، تلقاها في ما ولاو يتسماو بلي ميتروبول في المدن العالمية حاليا. كان منافسة كبيرة لاستقطاب رؤوس الأموال الكلية. تلقى المدينة باش تمد صورة تحضرية تاعها، تعيط الاسم معروف، تقول له أرواح بني لي ميناء يكون يمد صورة، يروح يبني عند في هذيك المدينة، وتولي هذيك المدينة معروفة بالبناية الفلانية. كان انتيلاكتيا الخيار، دونك لازم يتحط هذا الخيار، يتحط هذيك الواقعة تتحط في هذه الحالة، ما عندهاش معنى أكثر من هذا. حاليا باش نولي لكم مسألة معماري، لازم يكون معايش الناس اللي يبنيهم. هذه نعاونوا واش قلت لكم مقبلات، المعماري باش يمد حل المعضلة ولا الإشكالية مبني على فهم تاعو هذيك الإشكالية، والفهم تاعو هو على حسب التكوين تاعو. إذا ينتمي لمدرسة تاع التفكير ولا راهو عنده طريقته الخاصة، هذا يخليه يفهم هذاك المعضلة ويجاوب عليها بطريقة. بالطبع إذا إنسان كان إنسان محلي ممكن عنده فهم أسهل، يعني يفهم المؤثرات والحاجات الأكثر أهمية في مسألة تاع مثلا كيفاش مشروع تاع تهيئة ساحة، هذا داخله في العمل تاع المعماري، كيفاش نهيئ ساحة في توغورت، ولا كيفاش نهيئها في إليزي ولا في جهة أخرى، ممكن مختلف. ولكن الإنسان حتى ولو كان إذا كان من جاي من بلاصة واحدة أخرى، من موقع واحد آخر، إذا عنده الآليات تاع الفهم والتكوين، هذه دخلة إحنا كثير في العمل تاعنا على مستوى المركز. لما نروحوا نخدموا على مكان، زملاء تاعنا إحنا في المركز نخدموا بلوري ديسيبلينار، يعني كان تخصصات مختلفة، كان علم إنسانيات، كان ناس أركيولوج، كان ناس سوسيولوج، كان ناس إستوريا. هادوما من حكم التكوين تاعهم يحوسوا يديروا مثلا دي زونتروفيو مع الناس الساكنين، ويهضروا معاهم، يقولوا لهم مثلا كيفاش راك حاب الدار، كيفاش تشوف الدار تاعك، كيفاش يخدموهم وكلش. وهذه خدمة مهمة لأنها فيها بعد تاع التوثيق، باللي الإنسان هاد المعالم التاريخية وهذا التراث المبني إذا ما وثقناش، ودخل فيه توثيق تاع الناس اللي ساكنين فيه، إذا ما وثقناش وراح ما نقدروش نعاودو نجيبو. دونك هذا عامل مهم لازم يندار. ولكن حنا في الخدمة تاعنا تاع مهندس معماري، لما نجو وخاصة في ميدان إعادة التهيئة، أخي إعادة التهيئة والترميم، ممكن في إعادة بناء ولا في بناءات جديدة البعد الإنساني يدخل فيها أكثر. ولكن حنا في إعادة التهيئة والترميم ما نسألوش العباد، نسألو المباني. لما تشوف المبنى وتفهمه، وهذه حاليا بكري كانت عبر التصاميم وعبر البلان حتى ماكات، ولا إنسان إذا يفهم المبنى يفهم واش يقدر يدير معاه، ولا يفهم كيفاش يعاود يبنيه. وحاليا مثلا بتطور التقنيات، كان احنا في المركز نخدموا بتقنيه فوتوغرامتري،
يعني تصور ودير إعادة تشكيل بداية من الصور، تعاود تشكل المبنى وتفهموا كيفاش عايش هذا المبنى، ولا حتى الرفع بواسطة سكانر 3D اللي هو حاجة اللي تعاوننا، وداير دركا ولات حاجة اللي مباشرة تقدر تديها للسيستم تاع البيم وين تقدر تدخل عليه مباشرة. دونك التقنية تطورت اللي تخليك تفهم المبنى. دونك باش نعاود نولي للسؤال تاعكم، الإنسان ما بين محلي ولا من جهة أخرى، الحاجة الأساس أنه يفهم البناء هو، لأن البناء أو يهضر معك لازم تسمعه، لازم تكون حساس معه، تتعاطى معه بطريقة اللي يخليك تفهمه، ومن بعد تستنى منه يفهمك أنت ايه تدخل عليه. دونك على حسب، يعني كل حال هذه هي الحجر الأساس، الإنسان يكون عنده حس وعنده يعني سونسيبيليتي بارابور لهذا البناية، ومن بعد يقدر يدير حاجة. هذه لا بحث. شكرا، هذيك صح إجابة كانت الآخر. ما نطولوش عليك، ممكن سؤال أخير ونختم به. ثم من تجربتك في تيميمون، وش الأمور اللي لاحظتوها تبدلت قبل وبعد ما جيتوا في كما نقول هنا جيتوا لتيميمون والعمل تاعكم في كابتير؟ هي من الامور المليحه اصلا هي انه المركز، المقر الوطني تاعو، احنا مركز، دونك باش نهضر شويه عليها بطريقه يعني موجزه، هو مركز مؤسسه عموميه ذات طابع اداري تابع لوزاره الثقافه، والمقر تاعها في ميمون، ولكن البعد تاعها بعد وطني، وحتى عندها بعد دولي، لانها مشاركه في ميثاق تاع العمارات الطينية والثقافة البنائية في العالم. سؤال فقط، ممكن قادر يعود سؤال بسيط ولكن نظن بلي راهم يسمحون علاه. حطوه في الجزائر عادة، كي نخمو في حاجة نحطوها في العاصمة ولا في مدن كبيرة، علاش حطوه في تيميمون؟ نظن بلي القرار كان خمو فيه، ولكن علاش تيميمون بالضبط؟ استنى، ترك لي تقول له دير تاع الصيد البحري تحوس يديرها لك في حد سحاري ولا لا، بصح بناء بالطوب، ديرها وين يدمنوا بالطوب. هذه هي فعلا فعلا، وهي على حسب ما حكت لي السيده التركي اللي هي قامت بانشاء، يعني قامت بجرات على المشروع، كان عندها صعوبه كبيره باش تقنع الناس باللي مركز وطني ما يكونش في الجزائر العاصمه، وهي يعني حاربت باش تديه تحطه في تيميمون. وعلاش تيميمون؟ لانه التيميمون هي الواحة الحمراء، يعني هي معرفة بالبنايات الترابية، وتقريبا إذا تشوفوا هي في يعني في وسط الصحراء الجزائرية، اللي تخلينا نقدروا ندخلوا على مستوى الوطن بطريقة أسهل. والأمورات اللي كذلك مهمة، أنه ولاية أضرار حاليا ولات 3 ولايات، ولاية بلدي مختار، ولاية أضرار، ولاية تيميمون، كاين 300 قصر إلا في هذه الرقعة الجغرافية. إحنا يعني نخمم لو كان كنا في الجزائر العاصمة يعني كل هذه المدة، ما كناش حنا تكون عندنا نفس المقاربة للإشكالية. 300 قصر في بشار؟ لا، في أضرار، ولاية أضرار. لا، في أضرار، سامحني، في ولاية أضرار كاين 300 قصر، أنا اللي هما تقريبا معظم الجزائريين ما نظنش يعرفوهم. احنا نعرفو قلعة ابن عباس، ولكن ما نعرفوش لا، قصر هنا كما قلت لك، من الأمور اللي حاولنا نديرهم هو التوثيق. هي كان كثير من الزملاء في وزارة الثقافة ولا حتى في الوزارات والقطاعات الأخرى يعملوا على هذا التوثيق، وبينهم جماعة الحدائق اللي يقوموا بعمل جبار في المجال، وين عندهم يقولوا إحصاء، يقوموا بعملية إحصاء لهذه المواقع. وهما هاد القصور كاين فيهم مهجورين، كاين اللي مازالهم مسكونين. برك على فكرة تاع الهجرة، القصور اللي حاليا راهم في أفضل الحالات، كاين قصور تاع غردايا اللي هما راهم في وضعية مليحة. وعلاش؟ خاطرش مازالوا مسكونين وتطوروا مع الحياة. نهار الناس سحقوا يدخلوا طنوبيل، نهار سحقوا
يحقوا الناس يدخلوا تريسيتي يدخلوا تريسيتي. دونك هذه برك قوس باش يعني ناكدوا على ان هذا القصور ما همش حاجه في تاريخنا وخلاص، لا لا، عندهم دور في تاريخنا ومازال عندهم دور في المستقبل تاعنا. الموقع تاعنا في تيميمون خلانا نحسوا بالاشكاليه ونعيشوها. احنا نفكر الاشهر الاولى اللي تواجدنا في تيميمون، الحاجه الاولى الناس هي حاجه مهمه كثير، هي ان كان عندنا الحظ والفرصه انه المقر يستقبلوا موقع تاريخي اللي هو المبنى تاع الفندق تاع الواحة الحمراء سابقا، اللي هو جوهرة معمارية، بناية من الفترة الاستعمارية بناوها فرنسا كمركز عسكري ومن ثم تحول إلى فندق. ولما تحول إلى فندق أعطوه طابع معماري خاص اللي هو نسميوه أرشيتكتور نيو سودانيز بريفيرونس، يعني هي تتكلم عناصر معمارية توحي للعمارة سوبساريان، عمارة تاع المدن الصحراوية تاع القوافل مثل مدن تاع كاو وطومبوكتو، وما عندهم طابع معماري اللي نعاودو نلقاوه في هذيك البناية تاعنا، اللي منها واش ولات تخطب الناس. دونك حنايا ولاو الناس هما يجونا، مع الأول ما كانوش يجوا على جالنا، كانوا يجوا لأن البناية اللي رانا فيها تتخطب الناس بالفضول يشوفونا حنا واش نديرو الداخل. ومن الامورات الاولين اللي قال لهم الناس لما فهموا بلي حنا جينا باش نسيو نديروا ترقيه واشهار للعماره بالمواد المحليه، الناس قالوا لنا روحوا سكنوا في تراب نتوما، حنا حابين نسكنوا دركا، شبعنا من التراب، انا حابين نسكنوا في الفايونس وفي القرموط. وهذه هي الجوهر اللي كنت نقول لكم عليه من قبيله، اللي هي النظرة الرجعية نقدر نقولوه دونية رجعية، ولكن هي النظرة المغلوطة، النظرة المغلوطة مفهوم تاع العصر هنا. وشنو هي العصر هنا؟ وش معناتها إنسان راهو معاصر؟ إنسان ما يلزمش ينسى باللي التراث اللي احنا حاليا رانا نسميوه تراث هو كان العصر هنا تاع وقته. لما تقرا كتابات تاع الرحالة بن بطوطة ولا حتى بن خلدون ولا ما يهضر على القصور اللي حددت عليهم، مثلا تاع تمنطيط لما يوصفوا تمنطيط كانت يعني من منارات تاع العلم ومنارات تاع الحضر في الحضارة الإسلامية اللي يهضروا عليها كامل. كما احنا مثلا دركا واحد يهضر لك راح برشلونة ولا بلاصة واحدة أخرى، يجي ليك يقول لك أنا شفت تما، أنها في وقتها كانت يعني في قمة الحضارة وفي قمة الحلول التقنية، كانوا يلقاو حلول الناس واحد اخرين ما سبقوهمش ليهم. هذيك اللي حنا درك رانا نعتبروها تراث هي كانت حضارة في وقتها، وحنا واش انا نعتبروه درك حضارة حيولي التراث تاع غدوة. وهذه النظرة الديناميكية اللي تخليك تعرف باللي الحلول مرتبطين، الحل مليح ولكن الحل مليح في وقت وفي مكان، ماهوش مليح لانه هو مليح في روحه، لا لا، الحل اللي هو كما تكون خدمة المهندس المعماري يمد حل، هذاك الحل مليح في وقت وفي وقت وللناس يعني الببليك تاعو، يخليك تقول باللي هاد النظرة تاع الناس للعصرانة هي نظرة مغلوطة، لأنهم حابين الحلول تاع اليوم يشوفوهم في التلفازة، الحلول اليوم يشوفوهم. مثلا أنا كثير من الناس يقول لك وعلاش حنا في الصحراء تاعنا حاسم سعود ولا تندوف ولا جهات واحد اخرين ماهمش كيما دبي، عندهم لي تور، ما عندهمش، شوفوا شنو يديروا في دبي، شوف كيفاش قطر ولا، شوف كيفاش سعوديه ولا بلي تور وكلش. يعني السؤال الاول هو هل فعلا باللي هذوك لي تور حل مليح؟ وحنا حاليا عندنا هو جواب سهل، خواك لو صوار دوري احنا لا تور لا دار بالقلب لا والو. كل حال ولكن الإنسان يكون عنده نظرة نقدية، قال نشوفوا حاليا الناس في الخارج كيفاش راهم يتعاملوا مع هذوك العمارات وكلش، احنا عندنا فرصة باللي نتعاملوا معهم لأن كاين ماشي توأمة ولكن كاين تعاون في المجال تاع الشراكة اللي أعطيكم عليها، ميثاق دولي للعمارة الدينية والثقافة البنائية.
هذاك باشا تاع اليونسكو، اليونسكو هي اللي تشابو في هذه الخدمه، يكون عندنا تعامل معهم ونهضروا معهم ونقولوا لهم واش صاري عندكم، قولوا لنا باللي حاليا كاين كونسيونس باللي طريقه تاع العمل ماهيش ناجحه لانها تاكل طاقه كبيره وماهيش ملائمه، وهما في اغلب الاحيان محاو بطريقه نهائيه التراث تاعهم. حنا حاليا عندنا التراث تاعنا لازم نطوروه، لازم ما نغلطوش غلطه تاع واحد اخرين، لازم نطوروه. العمل في التراث يعلمك حاجه مهمه، بانه الحاجه الوحيده اللي مهما مشينا في التاريخ نلقاها باللي دائما تتعاود وما تبدلتش، مهما قرينا على الحضارات مهما قرينا على الثقافات، باللي هي التغير في حد ذاته، باللي كل ثقافات كانت تتغير، لانه كما قلت لكم الحلول مرتبطين بالوقت وبالمكان. دونك التغير هو باش نقولها لكم كما قراوها لنا باللي لو كونستانت هي لو شونجمون. دونك هذا التغير احنا في المركز عبر العمل تاعنا مقتنعين به باللي التغيير لازم يتغير، ولكن هذا التغيير لازم يكون يماشي وما يكونش على حساب التراث نخليوه ونمشيو. دونك اثر تاع العمل تاعنا في تيميمو كما قلت لكم، هذا يعني الكونتاكت الاول تاع الناس قالوا لنا روحوا بنوا هذه، بنوا انتم سكنوا في التراب، خلونا احنا نقرموا، خليونا نغلطوا، خاطش مام هاد الديسكو اللي يعني نعطيه لكم حاليا قالوا معليش خليني نغلط بالبيطون ومن بعد نعاود. وهي حاجه مشروعه، الانسان اللي يشوف ويحس اللي تما يعيش في الحاجه ماشي كيما اللي ما شافهاش. حنا المنطلق تاعنا قلنا حاجه سهله وبسيطه، سهله لا لا، مي خاصه بسيطه، انه المواد المحليه لازم نرجعها مواد عادية. إن الإنسان ما تبنوش حاجة كبيرة راح يبني بالتراب، يا خويا تحب تبني بالتراب، تحب تبني بالبيطون، تحب تبني بحاجة واحدة أخرى، ولكن المسألة هذيك تاع باللي عندك حل واحد اللي هو البيطون والقرمود والبريك وخلاص، ما كاش حل واحد آخر، هذيك هي اللي إحنا رانا نسيو نفتحوا الآفاق ونقولوا لا لا، كاين حلول أخرى. في هذا المجال الخدمة تاعنا تمشي على مدى زوج حاجات، زوج محاور، كان محور تاع البنايات القديمه اللي نحدثوها ندخلوا لها العشرانه، كي تشوف انت باللي دار قديمه الانسان يقدر يعاود يرجعها، فيها كل متطلبات العيش الحديث، فيها تكييف، فيها الماء، فيها كلش، ولما تحكم بنايه جديده تبنيها، تبنيها بطريقه جديده ولكن بنفس المواد تاع الدار القديمة بنفس التقنيات، خاطر العمارة في المراكز التاريخية فيها المواد ولكن فيها التقنيات، فيها الحلول. مثلا نظام تاع التبريد طبيعي، مثلا في الصحراء نلقاو بلي عندهم حاجة يسميوها ملقف، نلقاوها في بسكرة، نلقاوها في الواد، وين هذيك فتوحات يلقفوا لك الهواء السخون يخرجوه. مثلا في الواد شفتو كاين القبه اللي هي حل تقني باش الهواء السخون يتحبس في الفوق وما يبقاش لتحت. هاد الحلول حنا نحكموهم، نفهموهم، نلقاوهم في البنايات، نفهموهم ونلقاو كاش نطوروهم باش يدخلوا في العماره الحديثه، ونمدوا حل باش يكون انتاج تاع عماره حديثه بالتقنيات مستمده من التراث تاعنا. دونك هذا زوج المحاور، على البنايات القديمه وعلى البنايات الجديده، هي الاساس تاع الخدمه تاعنا اللي رانا نسيو نديروها يعني ملي بدينا في العمل. جزيل الشكر مراد، الله يرضى عليك. صراحه اليوم انا درك نعود نشوف البنايه كيما كنت نشوف فيها من قبل، انا درك نعود كي نعود داخل الباطيمه نهضر معها نقول لها السلام عليكم. وعليكم السلام، راكي عايشه؟ وخصوصا ثاني ايضا زرت قبل ورزازات اللي هي فيها بزاف بنايات قديمه، وصراحه وانت تهدر نعاود فات عليا هذاك الشريط تاع زيارتي الورزازات، وبني اذا متفكر مليح بني امالو ولا اي تمالو ولا نسيت، المهم نسيت المدينه اللي كنا فيها، تخليك تشوف بانه هذاك المدن كما كنت تقول لي مدن مازالت حيه ومازالت تعيش وكاين ناس ساكنه في هذيك البنايات.
وخلتها هذيك البنات يعني يعيشوا فيها عيش حديث وعصري، ومن برا ومن الداخل ملبسة كما راك تقول بالتراب ولا بالطوب ولا بأشياء يعني اللي هي من أصل المكان. وفهمت باللي صراحة العصرنة ما هيش فقط كما كنت تقول انت بيطون وخراسان وبنتورة، ويعني طلع الواحد يطلع للدار تاعه، ممكن الإنسان يشوف البناية بطريقة أخرى، وخصوصا انه يخمم باللي البنايه العصريه هذه راه ممكن عندها تاريخ صلاحيه. هذه حاجه مهمه اللي كنا كلنا نعرفوها، في حين انه البناء القادم اللي هي اللي كنت تحكينا عليه ممكن يعيش اكثر من البناء الحديث واللي رانا نشوفوها اليوم في التراث. تفضل. وخاصة يترسكل أن الإنسان يقدر يقوم بإعادة تدوير تاع المواد المحلية، التدوير تاعو. نعم، مواد جزيل محلية الشكر على كل المعلومات اللي اعطيتها لنا، الله يرضى عليك. الله يعينكم نظن باللي ويعطيكم الناس الصحة راحين يخرجوا بهذه الدمج بين التراث وبين العمران وبين إن شاء الله. الهندسة المعمارية. ان شاء الله راحين المستمعين يستفادوا. شكرا جزيلا. كلمة بارك الله أخيرة فيكم. قبل من نختم الحديث، ومن بعد نفوت للزبير يعطينا الكلمة الأخيرة. تفضل. يعطيكم الصحة اللي أعطيتنا هذه الفرصة، وين قمنا بقصرة على الصح، يعني التفاعل تاعكم بارك الله فيكم، حسادين المبادرة تاعكم، نتمنى لها النجاح، نتمنى شكرا النجاح تاع القناة تاعكم في يوتيوب، ويكون شكرا عندكم يعني متابعين أكثر، شكرا. وتطوروا الإمكانيات تاعكم في المجال تاعنا. هو الإنسان ما يحاولش يجري أكثر من الموسيقى كما يقولوا الأجانب، الإنسان يمشي في مرحلة تاعه، يلقى الحلول على حسب الوضعية تاعه ودرجة درجة. بارك الله فيك، يعطيكم جزيل الصحة. الشكر. تفضل زبير. شكرا أخ مراد، وشكرك ثاني مرة ثانية لاستجابة الدعوة. صراحة كانت جدا مثرية، خاصة أنك فاش حكيتنا على أمور أجبت على التساؤلات اللي ما سحقتش حتى وجدت الأسئلة كانوا في بالي، وأنك عجبت عليهم وجاوبتهم بطريقة. وهذه أمور ثانية اللي نحب نبينوها في بودكاست، دائما مليحة أنه نجيبوا ناس شغوفين بالحاجة اللي عم يديروها، وأهم حاجة أنه الإنسان يعود عنده حاجة يحبها ويديرها ويبدع فيها. وان شاء الله انتم ثاني نتمنى لكم نجاح في واش راكم ديروا في كابتر، ونتمنى ثاني الحاجه اللي نفتخروا بوش عندنا، ما نسحقوش حتى يجينا اجنبي باه يقول لنا باللي الطريقه اللي كانوا بيبيعوا بها جدودكم مليحه ولا مش مليحه. وثانيه كما حكيت انت، العمران او البناء هو في روحه ثاني تقدر تقول ك اكستنسيون ولا استمراريه للثقافه هذيك نفسها. يعني ما تستناش من واحد بدوي يبني لك كما ذاك الحضري اللي حاب يخلط في ذيك البلاصه، ولا العكس، واللي يبني لك اللي يعيش في الخيمه مش راح يعيش لك في بلاصه تساقط فيها 800 ملم في العام ولا ما بعرفش. يعني ثاني قال الامور مليحه. شكرا جزيلا ويعطيك الصحه مره اخرى، ونشكر ثاني المستمعين والمستمعات اللي بقوا معنا حتى الان. نلتقي في حلقه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.